السلام عليكم شباب، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ورمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم وعلى كل الاهل والاحباب، وكل صحه وحالكم طيبين. ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض الجزء اللي كنا بدأناه في الكوروجن. كنا خدنا الكوروجن برينسيبلز والكوروجن تايبس او الكوروجن فورمز. هنشوف النهارده ان شاء الله في اخر حاجه في الكوروجن حاجه اسمها الكوروجن بروتكشن ميثودز. ايه الكوروجن بروتكشن ميثودز دي؟ تعال نشوف. بيقول لي في مبدأ كده يا جماعة، بيقول لي إن الـ theory of protecting metals against corrosion is as follows. بيقول لك إيه؟ بص كده يا جماعة، هنقرا الكلام ده وبعد كده نشرحه ونترجمه واحدة واحدة مع بعض. بيقول لي metal in contact with corrosive environments بيساوي corrosion. دي كنت قلتها لحضراتكم في المحاضرات، إن كنت قلت لك لو عندي الميتال كده ودي كده الـ corrosive environment، الميتال كده يا جماعه لو في دايركت كونتاكت، اتصال مباشر مع الكروسيف انفايرمنت، هيحصل كروشن. طالما الميتال كده يا جماعه، طالما الميتال اهو، الميتال ده ملامس للكرو اهو، سطح الميتال اهو او الميتال ذات نفسه لامس الكروسيف انفايرمنت ان دايركت كونتاكت او ان كونتاكت مع الكروسيف انفايرمنت، هيحصل كروشن. يبقى ده كده ايكوالز كروشن. لكن لو الميتال كده يا جماعه في حاجز، يعني ده كده الميتال بتاعي خلاص، في حاجز بينه اهو، ده كده حاجز، يعني ده الميتال بتاعي اهو، وده كده حاجز بينه وبين الكروسيف انفايرمنت خلاص، يبقى ده كده مش في حاله دايركت كونتاكت اهو، ده في حاجه فاصله بينهم، يبقى ده كده اندايركت كونتاكت خلاص، او مفيش تلامس دايركت ما بينهم، يبقى ده كده يا جماعه بيساوي بروتكشن، ده كده حمايه. يعني القصد المبدا بتاعنا عندنا تو كونسبتس، الكونسبت بتاع الكروجن والكونسبت بتاع مين يا جماعه؟ بروتكشن. كونسبت الكروجن بيقول لك والله لو عايز حاجه تتاكل سيبها كده منها لايه؟ للكروسيف انفايرمنت، طالما ان دايركت كونتاكت هيحصل لها كروجن، لكن عايز تحميها من التاكل حط كده ايه؟ حاجه فاصل بينها وبين الكروسيف انفايرمنت، ده اللي بيسموه يا جماعه البارير، الحاجز ده كده بيسموه يا جماعه البارير. فلو رجعنا هنا اهو، بيقول لي ميتال ان كونتاكت مع الكروسيف انفايرمنت هيساوي كروجن، ذا دايركت كونتاكت بتوين الميتال والكروسيف انفايرمنت كان بي افويدد، او الدايركت كونتاكت ده ممكن ان انت تتجنبه، كان بي افويدد باي اللي انت يوزنج ايه يا جماعه؟ بارير، حاجز خلاص، يبقى كده انت تستخدم ايه؟ حاجز، بارير. طيب فهنا بقى بيقول لي لو ميتال اهو، اللي هو الحاله اللي عندنا بقى، ميتال زائد بارير زائد كروسيف انفايرمنت، لا ميتال زائد بارير زائد كروسيف انفايرمنت يساوي ايه يا جماعه؟ بروتكشن، يعني لا يساوي كروجن. مش هيبقى في عندي هنا يا جماعه كروجن. طيب انواع الباريرز ايه؟ انواع الباريرز ايه؟ عندي كده حاجه اسمها ساكريفيشال بارير خلاص، اللي هو المضحي، وعندي حاجه اسمها انرت بارير، وعندي حاجه اسمها بيرفكت بارير. ايه كل واحد من الكلام ده؟ تعالى نشوفه واحده واحده مع بعض خلاص. يبقى ده الحاجز اللي هو يتحط بين الميتال والايه؟ والكروسيف انفايرمنت. في منه ثلاث انواع، حاجه اسمها ساكريفيشال يعني مضحي، حاجه اسمها انرت بارير خلاص، حاجه اسمها ايه؟ بيرفكت بارير. تعال نشوف حاجه حاجه من دول خلاص. طيب هنا بيقول لي ايه؟ الساكريفيشال بارير ده بيبقى ميتاليك بارير، يعني حاجه بتبقى حاجه معدنيه، وبيبقى مور اكتف ذان ذا ميتال تو بي بروتكتد خلاص، وبيبقى انشط من الميتال اللي انت عايز تحميه. يعني بيقول لي فور انستنس، مثال على كده، بروتكتنج ستيل والزنك والالومنيوم. لا انا مش فاهم كده، تعال اوضح لك بقى واحده واحده. فاكرين احنا كنا شغالين عليها دايما طول شغلنا يا جماعه، اللي هي الالكتروموتيف سيريز، وقلت لك الكيس اللي انا باخدها للكروجن او البروتكشن اللي هي مين يا شباب؟ الايرون، الحديد. طب بص، هنا في زنك وهنا في الومنيوم، ده لو بصيت على الالكتروموتيف سيريز، يعني احنا بناخد شويه عناصر منها خلاص، وهنا في كبر وفي سيلفر خلاص كده يا جماعه. طيب هو دلوقتي احنا قلنا لو الحديد كده يا جماعه ما اتغطاش بحاجه، او ده كده الحديد ودي كده الكروسيف انفايرمنت اهو، ده كده الحديد ودي كده الكروسيف انفايرمنت اهو، الحديد في كده الحالتين هيتاكل ان هو اندايركت كونتاكت مع الكروسيف انفايرمنت. طب ركز بقى كده معايا، لو انا غطيت ده كده يا جماعه، غطيت الحديد اللي هنا ده خلاص بزنك، وغطيت الحديد اللي هنا شباب
خلاص بكبر، خلاص غطيت ده بزنك وغطيت ده بكبر. الحديد في مين هيتاكل؟ في الحالة واحد ولا في الحالة اتنين؟ لا انت قلت، انا عارف انت قلته هيتاكل في الحالة واحد، خلاص سوري انت قلت هتاكل في الحالة اتنين، انت قلت هتاكل في الحالة اتنين صح كده؟ لا هو مش هيتاكل في اي حالة من الاتنين. ليه يا جماعة؟ لان هنا انت نفذت الشرط بتاعك. ايه الشرط اللي انت نفذته؟ ادي الميتال بتاعك اللي انت عايز تحميه. انا قلت لك واخد الميتال محل الدراسه بتاعي اللي هو مين يا جماعه؟ الحديد. طب ادي الميتال بتاعنا اللي هو الحديد، وادي الكروس انفيرم. انت في كلا الحالتين هنا حطيت بارير، يعني البارير ده كان من الزنك وبارير كان من الكبر. خلاص انت نفذت الثيري بتاعتك، طالما في بارير مش هيحصل تاكل، يعني الحديد لا هيتاكل لا هنا ولا هنا. خلاص الازمه فين بقى يا جماعه؟ عارف الازمه ايه؟ ان لو حصل كراك بقى، يعني ادي الحديد بتاعنا اهو، هو في الحاله واحد وفي الحاله اتنين. القصد بقى لو حصل شرخ هنا، لو حصل كراك هنا، الأزمة هتبقى فين بقى يا شباب؟ لو حصل كراك، يعني دي طبقة الزنك مثلا اللي احنا كنا مغطيين بيها المعدن بتاعنا، اهو ده كده كان الزنك وده كده كان الكبر، خلاص اهو ده كده الكبر وده كده الزنك. لو حصل كراك هنا وجه هنا الكترولايت وجه هنا الكترولايت، هنا اقدر اقول لك بقى الحديد في مين هيتاكل، في الحاله واحد ولا في الحاله اتنين؟ لا في الحاله اتنين، لكن هتتم حمايته في الحاله مين يا جماعه؟ في الحاله واحد. عارف ليه بقى؟ لان في الحاله دي يا شباب، في الحاله دي كده، ده هيبقى اسمه ساكريفيشال انود، اللي هو الزنك هيبقى اسمه ساكريفيشال انود. يعني هنا لو بصيت هتتكون جالفانيك سيل اهو، معدنين مختلفين في منهم الكترولايت، هتبقى من الزنك والحديد. الزنك هو الانشط فهو هيبقى الانود، والحديد هو الكاثود، فالحديد ايه يا جماعه؟ تمت حمايته، عملت له بروتكشن. لكن هنا للاسف الحديد والكبر، خلاص لا الحديد ما تمتش حمايته، لان الحديد هنا هيشتغل ايه يا جماعه؟ انود. فده كده يا جماعه الزنك في الحاله دي بيسموه ساكريفيشال انود، انود مضحي، خلاص يعني هو بيغطي الحديد، ولو حصل حاجة بيتاكل هو، خلاص يبقى كده لو حصل حاجة ده بيتاكل هو، خلاص بدل مين يا جماعة؟ بدل حديد. فعشان كده بيسموه ساكريفيشال مضحي. لكن ده هنشوف بعد كده ان شاء الله، ده بيسموه اللي هو تحت الحاجات بقى اللي تحت الحديد بيسموها انرت، خلاص ده بيسموها انرت باريرز. لكن ده كده بيسموه ساكريفيشال، سوري انا كتبت ساكريفيشال نود، هو هنعرف بقى كده ان دي حاجة اسمها، يعني هيبقى اسمه ساكريفيشال نود او ساكريفيشال بارير، خلاص يعني ساكريفيشال انواع وساكريفيشال بارير يعني. طيب فهنا بيقول لي الانواع، الساكريفيشال بارير ده ميتاليك، يعني هنا ده بيبقى معدن وانشط من مين؟ انشط من المعدن اللي انت عايز تحميه. هنا طب ما هتقول لي طب ما هنا معدن، لا ما انت هتعرف بعد كده ان شاء الله ان ده كده ممكن يكون معدن او مش معدن، ممكن يكون ميتاليك او نون ميتاليك، وهقول لك ازاي. طيب بيبقى مور اكتف ذان، احنا كل ده بنتكلم على الساكريفيشال، يبقى مور اكتف ذان ذا ميتال تو بي بروتكتد. وفعلا الزنك او الالومنيوم لو غطيت الحديد هو ده او ده انشط من مين يا جماعه؟ من الحديد. وادي الامثله بتاعتنا اهي، تمام. طيب النوع اللي بعد كده عندنا اللي هو الانرت باريرز. الانرت باريرز بص بيقول لك ايه؟ ميتاليك او نون ميتاليك، يعني ممكن يبقى ميتال زي الحاجات اللي هي اقل نشاطا دي كده، او نون ميتاليك. ليه؟ لان انت خلي بالك، بص انت الكونسبت بتاعك ايه؟ والله الكونسبت بتاعي اللي انا اي حاجه تغطي سطح المعدن ده او تغطي المعدن وتعزله، يعني ده الميتال بتاعي اللي هو الحاله بتاعتنا اللي هي الحديد، اي حاجه تعزله طبعا بتعزله من كل الجوانب، يعني انت لو عزلت من فوق هيتاكل من الجوانب يعني، فاحنا بس بنرسم اللي هو العزل ده كده اكنه على المعدن كله يعني. والله انت الاصل عندك ان تجيب حاجه بارير بين الميتال بتاعك وبين الكروسيف انفايرمنت، فانت جبتها ميتال خير وبركه، ممكن يبقى ساكريفيشال ممكن يكون انر. جبتها نون ميتال خلاص، يبقى الميتال هو اللي ايه؟ يعني لو جبتها نون ميتال بيبقى اسمها انرت برضه، لان هي ما بتتاكلش خلاص. فدي كده لو دي انرت خلاص، يبقى ممكن تكون ميتاليك، بس في حاله انها ميتاليك هتبقى ميتال اقل نشاطا من الميتال اللي انت عايز تحميه، اللي هو الحاله بتاعتنا الحديد مثلا، فهتبقى الميتال زي اقل من الحديد، او نون ميتال او نون ميتاليك. طب نون ميتاليك زي ايه؟ يعني والله لو جبت الحديد ده ودهنته بويه خلاص، يعني الحديد مثلا ودهنته بويه خلاص، يبقى كده مش الحديد بقى سطح الحديد اهو، ده كده الحديد انت دهنه بويه اهو، يبقى حطيت حاجز بينه وبين الكروسيف انفايرمنت،
صح كده؟ يبقى ده كده الحديد بقى ايه؟ بقى في امان، بقى محمي. خلاص انت حاطط ايه؟ بارير اهو. طيب ممكن تحط اسمنت، خلاص ممكن تحط سيمنت، ممكن تحط جلاس، ازاز، تحميم ازاز، اه هنشوف ازاي اللي هي الانامل دي، وهكذا. خلاص يبقى هنا بيقول لك اهو ان الانرت بارير دي ممكن تكون ميتاليك او نون ميتاليك. ميتاليك هتستخدم ميتال اقل نشاطا من الميتال اللي انت بتحميه، اهو هتستخدم ميتال اقل نشاطا اللي هو مور نوبل ميتال او ليس اكتيف ميتال. وقال لك مثال على كده ان انت ممكن تحمي الستيل بكبر او بايه؟ بسيلفر. خلاص طيب، او تبقى نون ميتاليك لو تغطيه مثلا بايه؟ ببويه، باسمنت، بجلاس، بسيراميك، ببلاستيك، ببوليمر، بالكلام ده كله. طب الجلاس دي بتتم ازاي؟ احنا شفنا البويه مثلا، هنعرف هنتكلم عن البين دلوقتي كمان شويه، اللي هي بتغطي الايه؟ سطح المتر. طيب الجلاس بقى، الاسمنت بقى، والازاز والكلام ده. هو انا هديك مثال اللي هو بتاع الجلاس. لو عندك كده يا جماعه، ده كده سسبندد سوليوشن، خلاص بيبقى فيه هنا ازاز متفتفت كده حتت صغيره جدا، خلاص سسبندد سوليوشن، خلاص كده في هنا ازاز متفرفت يعني سموه الانامنت. طب حلو قوي، هتيجي تحط هنا حضرتك، بص بقى هتجيب حته الحديده بتاعتك وترميها هنا كده. طيب لما ترمي حته الحديده هنا، لما تحط حته الحديده هنا وتطلعها، مش هيتجمع حواليها ازاز؟ حلو، هيتجمع حواليها ازاز. تقوم واخد دي كده دخلها على فرن، لما تخش الفرن مش الازاز ده هيلزق اهو، هيلزق كده على على كل الميتال الحديد بتاعك، على كل على سطح الحديد في كل حته، هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى كده بقى ده بارير بينه وبين ايه؟ الكروسيف انفايرمنت. خلاص يبقى الانرت بارير دي يا اما تبقى ميتاليك عنصر اقل نشاطا، يبقى تبقى يا اما تبقى نون ميتاليك زي البويه والاسمنت والجراس والسيراميك والبلاستيك والبوليمرز وهو ايه؟ اند سو. خلاص ده كده اللي هو ايه؟ الانرت بارير. يبقى احنا شفنا الساكريفيشال بارير وشفنا الانرت بارير. في حاجه ثالثه، حاجه اسمها بيرفكت باريرز. ايه البيرفكت باريرز دي يا جماعه؟ بيقول لك البيرفكت باريرز دي ان هو الميتال ذات نفسه يا جماعه، او المعدن اللي عندك ده، الكيس اللي عندك دي، تكون اصلا ضد الكروجن، يعني مكوناتها اصلا ما بتسمحلهاش ان هي تتاكل. ايه ده، في كده اصلا؟ يعني في حاجه ممكن ان هي لو في دايركت كونتاكت حتى ما تتاكلش؟ اه قال لك زي مين؟ زي الستيل ستيل. او يعني بص كده بيقول لي ذا بروتكشن از انسايد ذا جرينز، يعني هو المكونات. انت خلي بالك، انت عارف ان الماده المفروض تتكون من حاجه اسمها جرينز، خلاص حاجه اسمها جرينز، يبقى دي كده جرين ودي كده جرين ودي كده جرين، واللي بينهم ده كده يا جماعه بنسميه جرين باوندري، الحاجز ايه بين كل الجرينز يعني. طيب فدي كده المكونات، يعني قصده مكونات الماده، تبقى ذا بروتكشن از انسايد ذا جرين، يعني جوه ايه؟ جوه مكونات الماده يعني. يقول لك ويزن ذا ميتال اور الوي كومبوزيشن، جوه التركيب بتاعه ذات نفسه اصلا، يعني تركيب الجرين دي الوحده الواحده من الماده تبقى ضد الصدى اصلا. ازاي؟ قال لك الستيل ستيل، خلاص الستيل ستيل عندنا دي الوي، سبيك سبيك الستيل ستيل از بروتكتد باي ادنج كروميوم. سبيكة الستيل ستيل دي يا جماعة بيبقى فيها حديد، خلاص، وفيها نيكل، خلاص، وفيها كربون، وفيها كروم، خلاص. فهو بيقول لي ايه؟ ستيل ستيل از بروتكتد باي ادنج كروميوم اند نيكل تو ذا الوي، يعني هو حاطط نيكل وكروم عشان يمنع مين يا جماعة؟ الصدى. يعني الحديد لوحده، خلي بالك بقى، ما دي فايدة الالوي. هي فايدة الالوي ايه يا جماعة؟ بص كذا متر الحديد لوحده هيتاكل، طبعا حطيت له كربون عشان ازود قساوته شويه، عشان ازود اللي هو يبقى ناشف يعني، يبقى ازود الهاردنس بتاعه شويه، وحطيت له نيكل وكروم زي ما انت شايف هنا، عشان ايه يا جماعه؟ امنع عنه ايه؟ الكروجن. فالميتال دي كلها مع بعض عملت سبيكه اللي هي الستيل ستيل، والستيل ستيل لو حطيته في ميه سبته في الهواء مش بيحصل له ايه؟ مش بيتاكل. خلاص كده؟ يبقى ده اللي هو البيرفكت بارير، اللي هو المكون ذات نفسه، المعدن ذات نفسه، مكوناته وما تخلوش ان هو يتاكل. خلاص كده؟ ومثال على كده شفنا مين يا جماعه؟ الستيل ستيل. كويس. بيقول لي هنا البروتكشن ميثودز، خلاص طرق الحمايه، عندنا حاجه اسمها بروبر اكويبمنت ديزاين وسلكشن اوف ذا سوتابل ماتيريال اوف كونستراكشن وسيرفس كوتنج وانهبيتورز والكتريكال بروتكشن. احنا هنركز على الثلاثه اللي تحت دول، يعني دول اللي احنا ايه هيبقوا محل الدراسه بتاعتنا، ده اللي احنا هنشوف. طب ايه الاثنين اللي فوق دول؟ ايه البروبر اكويبمنت ديزاين؟ البروبر اكويبمنت ديزاين يعني مثال بسيط كده يا جماعه، بص لو انا قلت لك عندي تانك، خلاص في تانك هنا عندك كده، التانك ده ريستد اون ذا فلور، موجود على الارض،
فطبعا زي ما قلنا نتيجة إن مفيش حاجة سموث 100%، فبتلاقي فيه فراغ ولو بسيط كده بينه وبين الأرض. تمام. طيب التانك ده أنت فيه بتعمل درينج من هنا كده، بتصفيه من هنا، وهنا فيه سوليوشن مثلا. طيب لما تيجي تصفي التانك ده يا جماعة، هل هيتصفى بنسبة 100%؟ لأ، لأن هيفضل إيه، شوية مية هنا خلاص كده، شوية المية اللي هنا دول خلاص هيعملوا لك كروج، هيعملوا لك سطح، هتبقى المنطقة دي مش عارف أكسجين بور، والمنطقة اللي بره أكسجين، فهيتاكل. إلى جانب إن في هنا بين التانك والأرض نوع كروجن بيحصل، خلاص حاجة اسمها كريفيس كروجن، إحنا ما خدناهاش دي، بس دي نوع كده من أنواع الإيه، الديفرنشال إيريشن كروجن. خلاص يبقى تلاقي حاجة اسمها كريفيس كروجن. خلاص وجوه في ديفرنشال اليريشن كروجن. طب ايه الحل في الموضوع؟ قال لك والله ده شكل ايه، ده ديزاين زي الزفت، ده ما ينفعش. طيب عدلوا الديزاين شويه، قال لك بص هنعدل الديزاين، هيبقى كالاتي. ادي مش هيبقى التانك ريست اون ذا فلور، خلاص هيبقى التانك كده، او الدريمج بتاعه من هنا كده، وايه ماسكه بحامل كده او حاجه، عشان ما يبقاش ريست اون ذا فلور وتقول لي ايه يحصل الكريفيس كروجن اللي انت بتقول لي عليه ده. بص ده برضو يعني ده احسن شوية، بس مازال وانت بتعمل درينج وانت بتفضي التانك، يعني هنا انت بتفضي من هنا، هنا انت بتفضي التانك من هنا، ممكن برضو شوية مية يقعدوا هنا، خلاص ممكن شوية مية يقعدوا هنا كده، فيعمل لك برضو كروشن. طب ايه الحل خالص؟ قال لك والله احسن حل بقى خالص، احسن شكل التانك اللي هو يبقى ممسوك بحامل، والدرينج بتاعه يبقى بالمنظر ده كده، ده كده البيست ديزاين خالص، ويبقى التانك برضو ايه ممسوك بحامل يعني. ده استحالة يفضل شوية مية جوه، خلاص يبقى ده كده ايه البيست ديزاين. طيب سيلكشن اوف ذا سوتابل ماتيريال في كونستراكشن، ايه سيلكشن اوف ذا سوتابل ماتيريال في كونستراكشن يا جماعة؟ يعني مثلا والله انت لو عندك مثلا خل، لو تسمعوا انتوا الخل بيتشال فين يا جماعة؟ في خشب صح كده؟ مش عارف عندك حمض كبريتيك مركز بنسبة أكبر من 70%، قال لك ده بيتشال في ستيل ممكن عادي، لكن أقل من 70% ما يتشالش في ستيل. مش عارف نيتريك اسيد يتشال فين، يعني كل القصد ان كل ماده، يعني كل ماده بيبقى ليها طبعا المواد اللي هي بتتشال في خزانات مثلا، خلاص زي ما احنا شفنا كده الاحماض والخل والكلام ده كله، والمواد العضويه ومش عارف ايه، والبنزين ومش الكلام ده كله، كل ماده من دول يعني كل ماده يا جماعه بيبقى بالخزان بتاعها او التانك بتاعها بيبقى ليه سويتابل ماتيريال في كونستراكشن، ماتيريال في كونستراكشن معينه، بحيث ان الحاجه دي ما تخليهاش تصدي، فالصدى ينزل فيها فتبوظ لنا البرودكت بتاعها. يعني تخيل مثلا كده انت بتعمل دواء، خلاص فالدواء ده بيتم في مفاعل، تحط مثلا كيماويات مع بعض ويتفاعلوا مع بعض عشان تعمل الدواء بتاعك. تخيل بقى لو التانك بتاعك ده صدى، والصدى ده نزل في الدواء، طبعا ده بيبقى هيبقى فيري توكسيك. نفس الكلام في الاكل، في الفودز، يعني اهميه الكروجن بالذات يا جماعه في الحاجات دي، في الاكل مثلا لو التانك اللي انت شايل فيه اللبن او العصاير او الكلام ده كله فيه صدى، والصدى نزل في العصير ولا في الميه اللي انت بتشرب الميه المعدنيه ولا اي حاجه، خلاص كده. فبيبقى لازم تختار ماتيريال في كونستراكشن ايه يا جماعه معين، خلاص. طبعا دي بيبقى ليها حالات كتير، بس احنا ايه يعني ادينا الملخص بتاع ده والملخص بتاع ده كده. هنتكلم بقى زي ما قلت لك في شغلنا عن الايه يا جماعه، هنبدا بالكوتنج وبعد كده الانهبيتورز وبعد كده ايه الكتريكال بروتكشن. طيب ايه السيرفيس كوتنج؟ تعال نشوف السيرفيس كوتنج. بيقول لي there are several coating types that can be used، عندي كذا كوتنج ممكن يتم، يا اما ميتاليك يا اما نون ميتاليك. هتقول لي الله مش ده اللي فات؟ اه يعني شبيه بيه يعني، بس كان اسمه بارير، فاحنا عندنا هنا سميناه ايه كوتنج، يعني كوتنج ماتيريال. طيب طب ميتاليك ده خلي بالك بقى، انت فاهم بقى، انت عرفت اللعبه اللي فيها خلاص. الميتاليك ده يا جماعه ممكن يكون، انت عرفت بقى ان عندي نوعين من الميتاليك، يا اما ساكريفيشال يا اما يا جماعه انرت. عرفت ان السكريفيشال ده يا جماعه اللي هو مور اكتف خلاص، لكن الانرت ده ايه يا جماعه؟ مور نوبل او ليس اكتف، في مشاكل كده. طب عرفت ان ده كده بيضحي بنفسه ويتاكل هو، لان هو بيبقى انود، لكن ده لا مش بيضحي بنفسه، ده بيبقى كاثود. طب النون ميتاليك كوتنج زي ما حضرتك شفت بقى، البينت والسيمنت والجلاس والكلام ده كله. نمسك حاجة حاجة من دول نتكلم فيهم. الميتاليك كوتنج بيقول the structure of the metal to be protected is coated with a layer of metal
which may be more active than or less active. يعني عندي مثلا origin metal اللي هو اللي هو ستيل اللي هو الحديد خلاص كده، يا اما نغطيه more active material وساعتها دي هيبقى اسمها sacrificial ودي metal اهو، يا اما نغطيه less active material وده هيبقى metal زي ده مثلا وده هيبقى اسمها ايه يا جماعة inert. خلاص inert ايه؟ inert coating، وده كده ايه sacrificial coating. طيب هنا في حالة لو انت هتغطي الحديد بالزنك او المغنيزيوم او الالومنيوم الحاجات اللي هي اعلى منه، دول اللي هيتاكلوا، ده will be corroded ده هيتاكل خلاص. لكن ده في الحاله دي لا، ده ساعتها ده ايه يا جماعه هي act as a cathode خلاص، يبقى ده كده هيبقى cathode مش هيحصل له تاكل في الحاله دي. طيب بيقول لي الميتاليك كوتنج بتتم ازاي، يعني ازاي مثلا انت عندك ميتال يعني مثلا زي الحديد ده كده خلاص، عندي ميتال زي الحديد ازاي بقى بغطيه بزنك مثلا، احط عليه معدن تاني زي الزنك او زي الكبر او زي النيكل او زي وات ايفر، يعني ازاي العمليه دي بتتم، ازاي بقى عندي ميتال بحط عليه ميتال تاني، بلزق فيه ميتال تاني، بغطيه بميتال تاني. قال لك بص خلي بالك انت مثلا اوكر اللي هي البيبان او الشبابيك او الكلام ده كله بتلاقي لونها ايه فضي صح، فانت تقول ده نيكل او سيلفر، او ممكن تلاقي لونها ده بتقول ده نحاس، لا هي مش نحاس في الحقيقه هي حديد خلاص، يعني ايا كان شكل الاوكره بقى عامل ازاي خلاص، دي اوكره باب مثلا خلاص، دي كده بتبقى حديد بس مطلي طبقه نيكل بيسموه متنكل، حديد متنكل خلاص، الطبقه اللي بره دي يا جماعه بتبقى نيكل او بتبقى نحاس خلاص كده. طب ازاي بقى يعني ازاي بقى بيطلوها نيكل وبيطلوها نحاس والكلام ده كله، قال لك عندنا ثلاث طرق خلاص، يبقى عمليه الكوتنج او الطلاء دي ثلاث حاجات، او التغطيه يعني سوري، عمليه الكوتنج اللي هي التغطيه بتتم ثلاث حاجات، حاجه اسمها الكترو بليتنج خلاص الطلاء الكهربي، او حاجه اسمها هوت ديبنج اوف ذا ورك بيس ان مولتن ميتال، تحط الورك بيس بتاعتك اللي هي حته الحديد بتاعتك في مولتن ميتال في مصهور من المعدن بتاعك، او بيقول لك سبراينج ذا مولتن ميتال اون ذا ورك بيس. ازاي بقى الكلام ده؟ بص اول واحده دي كده يا جماعه الالكترو بليتنج بتاعنا نشرحها لك ايه بمنتهى البساطه كده، ركز بقى كده معايا، هفكرك بحاجه كده لو انت عندك رسمه بالشكل ده حاول كده تفتكر معايا بقى. بص عندي كده ده كده حديد، يبقى ده كده يا جماعه اف اي، وده كده نيكل خلاص، وفي هنا نيكل سوليوشن او نيكل اين سوليوشن، نفترض مثلا نيكل صلفيت نيكل كلورايد وات ايفر يعني، او نيكل صلفيت اي حاجه، عندي نيكل صلفيت اي عندي نيكل صلفيت بس ان اي اس او 4 حلو. الخليه دي يا جماعه لو فاكر الخليه دي الكتروليتيك صح، دي كده الكتروليتيك سيل، ليه الكتروليتيك سيل يا جماعه؟ لان انت والله مستخدم اكسترنال دي سي باور سبلاي اهو خلاص كده، يبقى طالما مستخدم اكسترنال دي سي باور سبلاي وده كده السالب بتاعنا وده كده الموجب وده كده الكاثود اللي هو متوصل بالسالب وده كده الانود، يبقى دي كده الكتروليتيك سيل. ما تنساش او بنفكرك الانود دايما بيحصل عنده اوكسيديشن والكاثود بيحصل عنده دايما ايه يا جماعه؟ ريدوكس. حلو قوي، تعال نشوف التفرقات اللي هتحصل. اللي هيحصل ايه يا جماعه؟ دلوقتي بص انت قلت لي عند الانود هتحصل اوكسيديشن صح؟ يعني عند الانود يا جماعه اللي هو طالما دي الكتروليتيك يبقى هو القطب الموجب عندنا، هيحصل تفاعل اتي ان النيكل هيديني نيكل ايونز زي 2 الكترون. عند الكاثود ركز بقى معايا، عند الكاثود اللي هو السالب ايه اللي هيحصل؟ بص يا جماعه لو فاكر كده لما شرحت لك الالكترونيك سيل كنت قلت لك الايونات الموجبه بيحصل لها ميجريشن ناحيه ايه يا جماعه؟ السالب صح كده؟ طيب فالايونات الموجبه دي يا جماعه هتروح ناحيه السالب خلاص، يبقى دي كده الايونات الموجبه هتروح ناحيه السالب ويحصل لها ريدكشن، يعني النيكل ايونز دي كده يا جماعه هتاخد 2 الكترون وتترسب تبقى نيكل، يفضل بقى النيكل يترسب ايه يا جماعه على سطح بقى ايه الحديد لحد ما تكون طبقه بالثيكنس اللي انت عايزه. هتقولي طب معلش كده انا في ملحوظه لاحظتها، اولا انت هيفضل هنا النيكل يترسب زي ما قلت لك لحد ما تحصل على الثيكنس اللي انت عايزه خلاص، يبقى كده الحديد اتغطى بايه يا جماعه؟ بالنيكل. في مشكله كده؟ هتقولي معلش في حاجه بس انا خدت بالي منها، النيكل هيترسب على الوجه ده بس، انت بتشتغلني مش هيترسب على ايه؟ على الوجهين. قال لك بص دي معلومه مهمة جدا فعلا، فانت بيبقى عمليات الالكترو بليتنج معظمها يا جماعة بتبقى بالشكل ده، بتحاول تحط الكاثود بتاعك بتوين او بيبقى ساندوتش او ساندوتش بتوين تو انودز، يعني بيبقى عندك كده ده الكاثود بتاعك ودول كده التو انودز بتوعنا
يعني بص كده، دول كده يا جماعة اهم، دول كده خلاص بيبقوا متوصلين بالموجب بتاع الدي سي باور سبلاي، اهو ده كده السلك اللي هو ايه الموجب، وده كده السالب خلاص، يبقى ده كده الكاثود، وده كده ايه يا جماعة الانود. طبعا هيجي النيكل من هنا يروح يترسب على الوجه ده ويروح يترسب على الوجه ده، فهتلاقي الترسيب ايه كامل فعلا خلاص كده. يبقى لو رجعنا هنا تاني، دي كده عملية يا جماعة بيسموها الكترو بليتنج، الطلاء الكهربي. يبقى دي كده عملية بيسموها يا شباب الالكترو بليتنج، بتتم في الالكتروكسيل، بتتم بعدين انت ايه عايز تضيف هنا بقى، عايز تطلي بكبر، يبقى ده كبر اينز وده كبر. هو بص مش شرط يعني، مش شرط ده كده يعني، انت بتطلي بنيكل ليه حاطط ده نيكل؟ قال لك والله هي الضمان لاستمرارية عملية الطلاء، لان خلي بالك بقى في حاجة، انت ممكن تحط ده يعني مثلا تحط جرافايت، طبعا الجرافايت مش هيدوب، هيحصل هنا تفاعل تاني عند الانود، هيحصل تفاعل اكسيديشن برضه الاس او 4 بقى، شوف هيحصل فيها ايه، ولا الاو اتش اللي هنا هتروح عند الانود ويحصل تفاعل خلاص كده. لكن عند الانود هيحصل التفاعل ده، سوري عند الكاثود هيحصل تفاعل ايه اللي هو الديبوزيشن بتاع الميتال ده خلاص. طيب فهنا اللي نقصده حاجه، انت ممكن هنا تجيب حاجه غير النيكل خلاص، بس مش حاجه بتدوب يعني، مش معدن تاني غير النيكل يعني، ممكن تجيب حاجه ما بتدوبش ويحصل اي تفاعل اوكسيديشن هنا، بس الفكره ملاحظ حاجه، ايونات النيكل هتخلص من هنا، ممكن تخلص قبل ما انت تجيب الثيكنس اللي انت عايزه خلاص. فانت هنا حاطط نيكل انود، يعني دايما بيفضل في الالكترو بليتنج باث في الحمام اللي هو بتاع الالكترو بليتنج ده، ان هنا انت بتطلي بنيكل، فيبقى ده انود نيكل. عارف ليه؟ لان هيروح مثلا ايوم من ده يترص، هيعوضه انود تاني من هنا، يعني ده كده هيترصب صح كده؟ هيعوضه ايون تاني، هيروح واحد تاني يترصب هيعوضه ايون تاني، فيفضل تركيز المحلول بتاعك ايه يا جماعه؟ ثابت. والله ما حطيتش ده مش مشكله، بس اكيد بقى انت هتبقى عايز ثيكنس معين وحاطط تركيز معين من النيكل، فانت عارف ان انت هتوصل ايه؟ لده خلاص. بس يفضل ان بيبقى الانود من نفس الماده اللي انت ايه يا جماعه بتطلب، يعني ده نيكل يبقى الانود بالنيكل، ده كبر يبقى الانود بالكبر خلاص، يفضل يعني. تمام، دي كده عمليه الالكترو بليتنج. عمليه الهوت ديبنج، ايه الهوت ديبنج ده بقى؟ ولا اي حاجه خالص، هيبقى عندك المسحور بتاع الماده بتاعتك، يعني مثلا عايز تطلب النحاس، هيبقى ده كده مسحور من النحاس خلاص، وهتحط فيه ايه يا جماعه؟ الميتال بتاعك، تغمس الميتال بتاعك فيه كده، وبعد كده تطلعه تاني خلاص، هتلاقيه اتغطى من هنا ايه بالنحاس مثلا، دي اللي ايه ده الهوت ديبنج. سبرينج ذا مو سبرينج اوف مولتن ميتال اون ذا ورك بيس، هترش كده زي الدوكو، هتجيب المعدن بتاعك تعلقه وترش عليه ايه مولتن ميتال ازاي، تعال نشوف. دي كده عمليه الالكترو بليتنج ايه يا جماعه خلاص، يعني كده عمليه الالكترو بليتنج زي ما حضرتك ملاحظ اهو، دي مثلا عمله من الستيل خلاص، عملة جنيه نص جنيه شوف أي حاجة يعني، موصلها بصوا يا جماعة كاثود، يعني الستيل أوبجكت دي أنا حطيتها كاثود، وحاطط نيكل من الأنود أهو، والسوليوشن فيه نيكل أيونز. بص النيكل أيونز بتروح إيه يا جماعة؟ تروح تترسب عند مين؟ عند الكاثود خلاص، ده اللي إحنا قلنا عليه، وده هو عشان ضمان عملية اليونيفورمتي، إن هو يبقى فيه يونيفورم كوتنج أو يونيفورم بليتنج للميتال بتاعك على سطح الحديد. او بص كده حاطط الكاثود بتاعي بتوين تو انودز، يبقى الكاثود بتاعي ساندوتش بتوين ايه يا جماعه؟ تو انودز. وطبعا كل ما كانت المسافه قريبه كل ما كان ايه العمليه يونيفورم اكتر وايه واسرع كمان، لحد ما هنا بص الطبقه الحمراء دي اترسب هنا زي ما اترسب هنا بالظبط خلاص. دي كده عمليه ايه يا جماعه؟ الكتروبليتنج. ده مثال برضو لو انت بتطلي ايه تطلي الميتال بتاعك بايه بكبر خلاص. دي كده مثال عمليه ايه الكتروبليتنج. لو قلت لك الهوت ديبنج، انت مجرد بس بتجيب الميتال بتاعك تحطه في المولتن بتاع الكبر اللي انت عايز تطلي بيه وتطلعه تاني هيتغطى بيه، دي عمليه السبرينج اللي بقول لك عليها بقى، يعني بتجيب الميتال اهو خلاص، وادي ما عندك مسحور من المعدن بتاعك بترش عليه بيلزق فيه على طول خلاص. دي كده عمليه ايه يا جماعه؟ الايه الميتاليك كوتنج. قال لك بص كده ذا موست فيموس ميتاليك كوتنج از كوتنج ستيل وذ لاير اوف زنك، في عمليه كده يا جماعه بيسموها الجلفانيزيشن، جلفانه الحديد، جلفانيزيشن اوف ستيل. جلفانيزيشن اوف ستيل دي اشهر عمليات الميتاليك كوتنج اللي انت بتغطي الستيل بيها يا جماعه بزنك. طيب النون ميتاليك بقى خلاص، ان انت التغطيه النون ميتاليك الكوتنج اللي هو لما يبقى نون ميتاليك بحاجه مش معدن، قالك دي في حاجه اسمها ان اورجانيك كوتنج وحاجه اسمها اورجانيك كوتنج. ان اورجانيك كوتنج اللي انت تغطيه مثلا بحاجه زي الاسمنت خلاص، زي السيراميك، زي الازاز، زي ما شفت. الاورجانيك كوتنج بقى تغطيه ببلاستيك، برابر، بمطاط، ببينتس خلاص. طيب ببويا،
تمام. دي كده اللي هي مين يا جماعه؟ الاورجانيك كوتنج. طيب احنا هنا عند حضرتك هناخد بالتفصيل اكتر الاورجانيك كوتنج، او هنتكلم شويه على ايه يا جماعه؟ عن البينتس. البويه، هي البويه بتتكون من ايه؟ قالك بص البويه كده بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه، حاجه اسمها فيلم فورمينج سبستانس وسولفنت وبيجمنت. هو في حاجه، انت البويه يا جماعه دي لما بتيجي بيبقى عندك جدل البويه خلاص كده، وتيجي تحطه على الحيطه، انت عندك البويه بتشوفها ليكويد خلاص، لما بتيجي تحطها على الحيطه او على حته الحديده اللي انت عايز تديها ولا حاجه، بتلاقي قشره كده خلاص، ما يعني قشره كده خلاص، ماده عضويه كده خلاص. طيب طب انت كنت شايفها ليه؟ كنت شايفها بالمنظر ده ليه؟ كنت شايف القشره دي في الجردل ليه بتاع البويه؟ كنت شايفه ليكويد ليه؟ قال لك ما بص كده، هي البويه بتتكون زي ما شفنا كده من الفيلم فورمينج سبستانس اللي هو بيبقى حاجه اسمها بوليمر، دي الماده العضويه، دي القشره اللي انت شايفها دي، يعني القشره اللي بتنزل في الاخر دي بتبقى في الجردل فعلا. طب ما بشوفهاش، بشوفها ايه؟ بشوفها ليكويد. ليه بقى؟ لانه حاطط حاجه يا جماعه اسمها سولفنت، مذيب عضوي خلاص، لان القشره دي مش هينفع تبقى في الجردل، لازم تبقى ليكويد زي ما انت شايفها كده، ومتغطيه ومتقفله كويس عشان ما تنشفش، وبعد كده تحطها على الحيطه. فهو البوليمر ده يا جماعه اللي هو اكن يعني البوليمر ده اللي هو الماده العضويه اللي يا جماعه مدوبها بسولفنت، مخليها ليكويد، يعني اكن مثلا عندك القشره دي كده، او مثلا اللي هو الرابر المطاط ده ولا الكلام ده، مدوبه خالص مخليه ليكويد عن طريق مين يا جماعه؟ السولفنت. وخلي بالك من الكلمه اللي جايه دي، السولفنت ده يا جماعه بيبقى ليه صفه كده ان هي حاجه اسمها فولاتايل، متطاير. هقول لك ايه لما نيجي نوضح البويه بتتم ازاي، هقول لك ايه لازمتها، يعني ان هو لازم يبقى فولاتايل تمام كده. واخر حاجه بنحطها في البويه حاجه اسمها البيجمنت. البيجمنت دي اوكسايدز المعادن مثلا، دي اللي بتدي اللون، مش عارف البويه لونها احمر يبقى ده اكسيد ايه، البويه لونها اصفر يبقى ده اكسيد ايه، وهكذا. وكل دول مخلوطين مع بعض كويس جدا، بيديني مين بقى يا جماعه؟ البويه خلاص. الفيلم فورمنج سبستنس دي يا جماعه ساعات بيسموها البايندر يعني خلاص. طيب فدي كده المكونات ايه جردل البويه بتاعتك. ايه لازمه بقى الكلام ده؟ احنا قلنا السولفنت بيدوب البوليمر صح، بيخليه في صوره ايه؟ ليكويد. والبيجمنت اللي هو اللون بتاعه. طيب لما بتيجي بقى حضرتك دي الحيطه خلاص، دي كده الحيطه اللي انت عايز ايه؟ تطليها. لما تيجي تحط البويه عليها خلاص، هو هنا لما تيجي تدهن دي بالبويه مش بتبقى تلاقي ريحه البويه طالعه كده، حتى يقول لك بص الشقه دي لسه مدهونه حالا ريحتها بويه خلاص كده. ليه بقى يا جماعه؟ لان انت حطيت البويه طبعا اللون بتاعك ظهر اللي هو البيجمنت، والسولفنت والبوليمر اتحطوا هنا، بس انت مش عايز السولفنت، مش عايز كل ما تلمس دي تلاقيها طريه خلاص. فالسولفنت ده فولاتايل، مجرد ان هو بيلمس الهواء بيحصل له يا جماعه بيطير، عشان كده جردل البويه انت لو سبته ما غطيتوش هتلاقي البويه نشفت خلاص، هتلاقي البويه نشفت، فبيضطر يحط لها ايه بقى؟ جاز، او يحط لها حاجه ايه تدوب البوليمر ده يعني خلاص. طيب فده كده اللي هو البويه، يبقى تحط البويه هنا خلاص، السولفنت بيطير، الفولاتايل سولفنت ده اللي هو مدوب البوليمر ده بيطير، ويتفضل لك البوليمر اللي هي البويه باللون بتاعها. طيب نتكلم شويه برضه هنا اكتر، بيقول لي اهو الفيلم فورمنج سبستنس ده بيسموه البايندر خلاص، وده بيبقى ايه؟ اويل او ريزن، يعني حاجه ماده عضويه كده يعني. طيب مكوناتها يعني مش هتهمنا قوي خلاص، يعني المكونات بتاعت البوليمر ده عباره عن ايه؟ هي ادهيسف مادين، الماده العضويه بتلزق وخلاص يعني. السولفنت زي ما قلت لك ان هو بيديسولفز ذا بايندر تو ريديوس فيسكوستي، بيدوب البوليمر ده عشان تقلل ايه؟ الفيسكوستي، يبقى في صوره ليكويد. والبيجمنت بيقول لي يوجوالي ان اورجانيك اوكسايد ميتال باودر خلاص، بيبقى عباره عن ميتالز خلاص بالمنظر، التيتانيوم ده اوكسايد مش زنك اوكسايد، على حسب بقى ايه اللون اللي انت عايزه. طيب هو في حاجه يا جماعه، هو انت لما بتيجي تدهن الحيطه، لما بتيجي تدهن الحيطه كده خلاص، هل بتحط البويه على طول؟ هل بتحط البويه على طول؟ لا، بيبقى في حاجه اسمها يا جماعه معجون. طيب ليه بنحط المعجون ده يا جماعه؟ طب ما انا احط البويه على طول، ايه اللي يخليني احط معجون وبعد كده بويه؟ ده انت قال لك لا، ده انت معيش كمان، ده انت قبل المعجون بتصنفر، تعمل صنفره. الله، ليه بقى الكلام ده؟ ليه ما احطش البويه على طول مثلا بلا معجون بقى بلا الكلام ده؟ قال لك بص في حاجه، الكوتنج ماتيريال دي يا جماعه عشان تبقى بروتكتيف، عشان تبقى بتحمي، لازم ليها شرطين مهمين جدا خلاص، لازم ليها شرطين مهمين جدا خلاص، تبقى ادهيسيف، وتبقى ايه يا جماعه تاني؟ بص كده، تبقى ادهيسيف ونان بورس، غير منفذه. هي ده حديد مثلا بتطليه ببويه خلاص كده، عايز البويه تلزق هنا
وما يدخلوش ميه، ما يدخلش بقى، ما انت لو الميه اللي هو او الكروس انفايرمنت داخل جوه بقى ملامس السطح هيتاكل، يعني مش هينفعني الكلام ده خلاص. يبقى لازم هنا يا جماعه يبقى ادهيسيف ونون بورس. طب هي البويه خلي بالك، القشره سوري القشره العضويه دي اللي هي البوليمر دي خلاص، دي نون بورس غير منفذه، مش هتدخل ميه. بس تخيل انت هات حته حريره كده وحط عليها بويه من غير بقى معجون والكلام ده، هتلاقي حصل ايه يا جماعه؟ قشرت، القشره بتتشال بسهوله والحديد بيصدي تحتها خلاص. طب ايه الحل؟ قال لك ما انا احط بقى هنا ايه يا جماعه، احط برايمر الاول اللي هو المعجون الاول، بتجيب صنفره بتصنفر حته الحديد دي ليه يا جماعه؟ عشان هو بيقول لك عشان تنعمها، تلاقي عشان تنضفها، عشان تشيل اي سكيلز او اوكسايد او اي صدى او اي حاجه جايه على حته الحديده دي كده، ايه خليتها متوسخه، فبالتالي المعجون مش هيمسك كويس، او يبقى فيه وساخه كده، الوساخه دي ممكن تعمل لي ايه كروجن، فبتشيل اي وساخه او سكيلز او اوكسايد او وات ايفر من الكلام ده خلاص، تنضف خالص يبقى السطح نضيف، وبعد كده تحط طبقه المعجون بتاعتك. يبقى اول طبقه بتبقى هنا يا جماعه، خلي بالك بقى اول طبقه هنا دي بعد ما عملت بقى اللي هي الصنفره بتاعتي والكلام ده كله، دي بتبقى طبقه المعجون اللي هو بيسموه برايمر. طب ما في حاجه معلش، طب ما انت اهو يعني انت بتقولي ده الميتال بتاعي، الميتال تو بي بروتكتد، حطيت طبقه البرايمر، طب ما حلو قوي، انا ليه بقى احط بويه؟ ما انت اهو ده الميتال وده الكروسيف انفايرمنت خلاص، وادي في بارير ما بينهم اهو، في حاجز ما بينهم اهو، ليه بقى احط بويه؟ ايه اللي يخليني احط بويه مثلا؟ قال لك ما انت بص، مش احنا قلنا الشروط بقى يا جماعه؟ نون بورس وادهيسف خلاص كده، نون بورس وادهيسف. هو ده يا جماعه ادهيسف، يعني ده بيلزق كويس قوي، يعني المعجون خلي بالك بيمسك في الحاجه، زي ما بقول لك ايه الصناعيه كده بيعضم في الحاجه، فده بيمسك في المعدن كويس. لكن مشكلته ان هو بورس، هيدخل لي هنا ميه بقى، هيدخل لي بتاع، هيسبب ده يتاكل خلاص. كانت تلاقي العربيات مثلا بيديها معجون، بس ما بيسيبهاش من المعجون، لازم يديها ايه يا جماعه؟ بويه خلاص كده. يبقى هنا هو حط البرايمر المعجون لان المعجون ادهيسف، بس مشكلته ان هو ايه؟ نان بورس. يعني انت عندك بص كده، لو شفنا بقى يا جماعه ده كده البرايمر، ننزل تحت شويه خلاص، ده كده عندك البرايمر والبينت المعجون والبويه، ده يا جماعه ادهيسف لكنه بورس، يبقى دي انا مش عايزها، انا عايز الادهيسف بتاعه. البينت بقى العكس خلاص، البينت نون بورس خلاص ونون ادهيسف، يبقى انت عايز دي، وان الادهيسف بتاعه الادهيجن بتاعه قليل، دي انت مش عايزها. فالاتنين مع بعض لو خدت بقى ده مع ده، يبقى هتاخد ايه الصفات الحلوه من ده ومن ده، اللي هو الادهيسف ويا جماعه نون بورس. يبقى حطيت البرايمر، البرايمر مسك في الميتال كويس خلاص كده، وبعد كده تحط البويه، لان خلي بالك البويه لوحدها مش بتمسك في الحديد، او الادهيجن بتاعها في الحديد ايه قليل. تحط بقى بعد كده مين يا جماعه؟ طبقه البينت بتاعتك اهو، دي كده طبقه البينت البويه، المعجون بقى بيعظم كويس هنا وبيعظم كويس هنا، يبقى انت كده خلي بالك ده كده ادهيسيف ونون بورس، يبقى طبقه الكوتنج بتاعتي بقت ايه يا جماعه؟ بروتكتيف خلاص كده. طيب فهنا ده لازمه البرايمر ان هو ايه، ليه بنحط معجون وبنصنفر ليه؟ عشان نشيل السكيلز او الاوكسايدز او الكلام ده كله خلاص كده يا جماعه. يبقى المعجون هنا بيزيد الادهيشن، الادهيشن بتوين الميتال والايه يا جماعه؟ والبينت، يعني انت لو حطيت البويه لوحدها على الحديد مش هيمسك، فانت بتحط البرايمر اللي هو المعجون ده بيعضم في الميتال وبيعضم في البويه، فيبقى كله ماسك في بعضه، فتلاقي الميكس ده كله مع بعضه كله ايه ماسك في بعضه زي الفل، بيزيد الايه الادهيشن باور خلاص. وانت عملت قبليه صنفره، فبالتالي شلت الايه السكيلز والاوكسايد واي حاجه ايه هتعطل عمليه الطلاء، ان هي تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى كويس خلاص. ده كده الايه البويه بكل ايه التفاصيل بتاعتها. هنا بيقول لي فاكتورز افكتنج الكوتنج بيرفورمانس خلاص، في شويه حاجات كده بتاثر على ايه؟ على الكوتنج بيرفورمانس. اول حاجه بيقول لي يا جماعه بص كده، الاستراكشر ديزاين خلاص، شكل الحاجه، والله ممكن حاجه تبقى سيمبل فالطلاء بتاعها يبقى كويس جدا وصغيره، يعني كل ما كانت حاجه صغيره والشكل بتاعها سيمبل حطيت ليها كويس جدا، حاجات بقى فيها تعريج ومنحنيات ومش عارف ايه وشكل كبير، يعني بتلاقي الايه البرفورمانس بتاعك خلاص ما تبقاش كويسه قوي، يعني الكوتنج بتاعك مش طالع كويس قوي. الكوتنج سيلكشن، اختيار الكوتنج المناسب خلاص، على حسب طبعا نوع البويه، فيه نوع بويات كويس ونوع زي الزفت، فانت على حسب البويه كويسه وغاليه والكلام ده كله هتديك ايه اداء كويس.
سيرفس بريباريشن. السيرفس بريباريشن ده يا جماعه اعداد السطح اللي هو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الصنفرة كويس جدا عشان تشيل اي سكيلز او اوكسايدز. واللي انت تحط ايه يا جماعه؟ برايمر معجون، خلاص كده. طيب بيقول لي كوتنج كواليتي كونسيدرد بروبرتيز، ايه الحاجات اللي انت تحكم بيها على الدهان ان ده كويس؟ يعني انت بتقول لي دي مدهونه كويس، عارف انت ايه لما تبقى واخد عربيتك كده مثلا وعامل لها سمكره ودوك ولا حاجه، واحد صاحبي يحط ايده على العربيه كده يقول لك ايه، لا الصنايعي تمام، مش عارف البوهياجي تمام، هنا يقول لك لا البوهياجي اي كلام، ليه؟ يقول لك فيها مطبات، صح كده؟ مش سوا واحد. ايوه ايه بقى الفاكتورز بتحكم على الكوتنج ان هو كويس ولا مش كويس؟ قال لك بص كده، كوتنج افريج ثيكنس، يعني ده كده الميتال بتاعك اهو، ده كده الميتال بتاعنا خلاص، اللي هو الحديد زي ما احنا واخدين الكيس بتاعك، على حسب الثيكنس ده. طب الثيكنس الكبير ولا الصغير هو اللي كويس، ولا ده ولا ده؟ في البيست ثيكنس، احسن ثيكنس خالص خلاص، لان لو رفيع قوي هيقشر بسرعه، هتلاقيه مع اي فريكشن اي احتجاج ولا حاجه وصلت لايه، لسطح الحديد ده. ولو تخين برضو قوي مش كويس، ممكن يفك من الايه، من الميتال بتاعك. فهو في ثيكنس معين بيبقى ده ايه يا جماعه، احسن ثيكنس يعني. يا اما في حالات والله كل ما تكبر الثيكنس فيها بيبقى احسن خالص، بس يعني في الحاله دي يعني طبعا هو ده سوري بيبقى احسن في حته الليكرو بليتنج، يعني لو بتطلي نيكل مثلا كل ما كانت طبقه النيكل اكتر كل ما كان احسن. لكن في البويات عموما، في البويات عموما لا الرفيع قوي يا جماعه ولا التخين قوي خلاص، يعني في ثيكنس معين بيبقى هو ايه احسن ثيكنس، ده اللي ده تحكم على الطلاء بتاعك ان هو ايه كويس. كوتنج ثيكنس يونيفورمتي، يعني ايه كوتنج ثيكنس يونيفورمتي اللي هي رقم 2 دي؟ بص كده دلوقتي ممكن تلاقي البينتنج بتاعك ماشي يونيفورم خلاص، وممكن بقى حته تانيه اللي هو يقول لك فيها مطبات، دي اللي احنا يعني ده كده يونيفورم من فوق زي من النص زي من تحت، بص المسافه من هنا من اخر البينت للميتال ثابت، لكن ممكن هنا يا جماعه، يا جماعه بص كده تلاقيه الطلاء مش ماشي كده منتظم خلاص. طبعا دي ما بتبقاش يعني ما بتبقاش كبيره قوي كده واضحه قوي كده، لا بس انت لو حطيت ايدك عليها هتلاقي ايدك بتموج في تموجات، فهيبقى اللي هو الشكل في الشمال ده، حطيت ايدك ومشيت مستقيمه كده ما حسيتش بتعرجات، يبقى البويه كويسه، ده اللي هو الكوتنج ثيكنس يونيفورمتي خلاص، ده كده يونيفورم من فوق لتحت، بص ايدي تحط ايدك هنا زي ما هي ولا اي تعريج ولا اي حاجه، لكن هنا تحس بمضبط وتعريج. البروزودي او الكونتينيوتي خلاص، طبعا مش عايز تبقى الطبقه دي نون بورس خلاص، تبقى طبعا كونتينيوتي مكمله معايا لحد الاخر. ادهيرنس طبعا تبقى ماسكه كويس في الميتال بتاعي. انرت اور باسيف، انرت اور باسيف دي يا جماعه مثلا لما تتعرض للشمس وتتعرض لحاجه ما يبقى ايه لونها ما يبهتش، انت عارف في لو انت الاوضه بتاعتك على الشارع مثلا وانتوا الشقه بتاعتكم مثلا قبلت الشمس وتدخلها مثلا كتير، فممكن البويه لونها يبهت خلاص، ده اللي بيسموها ايه انرت او باسيف يعني خلاص. لا انا عايز البويه بتاعتي تبقى انرت او باسيف خلاص، اللي ايه يا جماعه ما ت... يعني ما يبهتش لونها ايه، ما يبهتش. طيب عندي حاجه بعد كده، احنا شفنا يبقى اللي احنا قلنا اللي هنتكلم عليها يا جماعه من البروتكشن ميثود، في طريقتين قلناهم على طول كده اللي هي السليكشن بروبر ماتيريال في كونستراكشن والايه والديزاين، وشفنا قلنا هنتكلم على ثلاث حاجات، اتكلمنا على اول حاجه منهم اللي هي مين يا جماعه؟ الكوتنج. الحاجه الثانيه عندنا حاجه اسمها انهبيتورز. ايه الانهبيتورز؟ الانهبيتورز دي يا جماعه بص كده هنشوف تعريفها وبرضه نرجع نوضحه، بيقول لي كيميكال كومباوندز ادد ان سمول اماونتس بنسب تقريبا صغيره جدا بتوصل ل 0.1% to the corrosive environment او to the corrosive medium to inhibit corrosion، حاجات بتمنع corrosion. ايوه برضه استفدت ايه؟ خلي بالك بص اقرب مثال هقول لك مثال بسيط كده عليها. لو انت رايح مثلا بتحط ميه للعربيه بتاعتك فبتلاقي كده في البنزينه يقول لك ايه في ميه ملونه اللي هي الميه الخضراء او الحمراء دي، خلاص دي ايه لازمتها يا عم؟ يقول لك ايه لازمه الميه دي؟ يقول لك بتمنع الصدى. ايوه بتمنع الصدى ازاي؟ بيقول لك الماده اللي بيبقى فيها كيماويات، شويه كيماويات كده بتحطها كيميكال كومباوندز، الكيميكال كومباوندز دي خلاص بتتحط في الكوريسوف ميديا اللي هي الميه، ما انت عارف ان الميه بتعمل كوروجن للرادياتير بتاعك او لما تخش الموتور الكلام ده كله بتعمل كوروجن خلاص، فانت بتحط كيميكال كومباوندز خلاص مواد كيميائيه بنسب صغيره جدا زي ما حضرتك شايف 0.1% للميه بتاعتك دي، وبتخليها تمنع تاكل. يعني الكيماويات اللي انت حطيتها في الميه دي اللي هي غيرت لونها الاحمر يا اخضر يا ايه يا اما كده بتلاقي الكوروجن بتاعك قل، وفعلا ده بيبان. خلي بالك لو حطيت ميه عاديه خلاص وتيجي مثلا تغسل رادياتير بعد شهرين ولا ثلاثه بتلاقي ميه الرادياتير نازله، بص الصدى مفيش اعفى من كده خلاص، نازله الميه صفرة من كتر الصدى اللي فيه خلاص. تحط الميه الحمراء او الميه الخضراء دي
وتيجي تغسل الادابتير تلاقي المايه نازله ايه، رايقه شويه، مش زي اللي هي المايه العاديه خالص. ايوه، ما انا مش فاهم بقى يعني الكيماويات دي انت، ما ده الكلام اللي هو الراجل بتاع البنزين عارفه، انا راجل مهندس بقى عايز اعرف التكنيك، يعني ايه اللي بيحصل بقى، الميكانيزم ازاي، ايه اللي بيحصل فيها. قال لك ليك حق فعلا، لازم تعرف الكلام ده. قال لك بص، هي الانهبيتورز دي، يعني معنى كلمه انهبيتورز يا جماعه انهبيت، يعني بيقول لك اهو تو ذا كروسيف ميديم تو انهبيت، خلاص معنى كلمه انهبيت دي اللي هو يمنع، خلاص يبقى انهبيت دي اللي ايه يا جماعه، يمنع، يبقى انهبيتورز موانع، فكروجن انهبيتورز بيسموهم موانع تاكل. ايوه برضو ازاي، ما تضحكش ما تسرحش بيا، ازاي بيحصل الكلام ده؟ قال لك والله بص، احنا عندنا نوعين من الانهبيتورز، حاجه اسمها كاثوديك انهبيتورز وحاجه اسمها انوديك انهبيتورز. طيب من اسمها كده خلاص، يعني هو بيقول لك ايه، زي ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذا الكترود ات ويتش زير اكشن از بريدوميننت، خلاص يعني هي بتقسم على حسب يعني هي بتعمل ايه بالظبط. فهي عندنا منها من حاجه اسمها كاثوديك انهبيتورز وانوديك انهبيتورز. ايوه مش فاهم برضه، ما زلت مش فاهم. قال لك بص يا جماعه، هي الفكره الانهبيتورز بيقول لك هي بتمنع الكروجن، تمنع الكروجن ده خلي بالك احنا اتفقنا يا جماعه الكروجن بيحصل من خلال تفاعلين، لان هو سيل، هو في الاخر هو جالفانيك سيل، الكروجن بيحصل من خلال جالفانيك سيل، بيحصل من خلال تفاعل انود وتفاعل كاثود، خلاص كده. لو واحد منهم وقف، يعني لو فاكر كده لما كنا بنكتب الخليه كنت بقول لك انود الكترولايت كاثود، لازم الثلاثه يبقوا موجودين، خلاص كده. فانت عندك تفاعل انود وتفاعل كاثود، لو واحد منهم بس وقف يا جماعه، لو تفاعل انود وقف خلاص يبقى الكروجن مش هيحصل، تفاعل كاثود وقف الكروجن برده مش هيحصل، يبقى لازم الكروجن عشان يحصل يحصل تفاعل انود وتفاعل ايه يا جماعه، كاثود. طيب هنا بقى بيقول لك الكاثوديك انهيبيتورز دي يا جماعه بتمنع تفاعل الكاثود، خلاص يبقى كاثوديك انهيبيتورز بتمنع تفاعل الكاثود، يبقى بالعقل يبقى الانودك انهيبيتورز بتعمل ايه يا جماعه، بتمنع تفاعل الانود. يبقى المولكيول اللي انت بتحطها دي بقى، لو على حسب بقى لونها احمر ولا اخضر ولا شوف لونها ايه بقى، يعني على حسب بقى الكيماويات المحطوطه، في كيماويات بتمنع تفاعل الكاثود وكيماويات تانيه بتمنع تفاعل مين يا جماعه، الانود. وطالما واحد منهم واقف، واحد من التفاعلين واقف، يبقى التاني مش هيحصل، خلاص لازم الاثنين بيحصلوا ايه مع بعض. طيب فهنا بيقول لي الكاثوديك انهبيتورز زي ذيس ار كيميكال كومباوندز ذات انهبيت ذا كاثوديك رياكشن اوف ذا كروجن سيل، دي بتمنع الكاثوديك ايه يا جماعه، الكاثوديك رياكشن بتاع الكروجن سيل. بيقول لي ذا اكشن اوف كاثوديك انهبيتورز از ديبند اون، خلاص ديبندنت اون 1 ذا ميتال ان ذا اوبريشن اند ذا انفايرمنت، يعني هو ده بيعتمد طبعا ايه على حسب انت تختار ميه حمراء او خضراء، يعني خلاص هو بيقول لك يعني الكاثوليك انهبيتورز دي بتعتمد على الميتال خلاص الموجود في الاوبريشن وعلى الكروس انفايرمنت اللي بنستخدمها، يعني خليها دلوقتي على جنب، يعني هنشوفها ازاي لما تيجي ناخد ايه الامثله. يعني المهم انت عارف ان الكاثوليك انهبيتورز دي بتمنع تفاعل ايه يا جماعه، الكاثوليك. مثال بيقول لك ان نيوترال اند الكلاين انفايرمنت اوكسجين سكافنجرز. ايه الاكسجين سكافنجرز دي؟ تعال نشوف دلوقتي لو حضرتك تفتكر معايا كده خلاص، ان تفاعل طبعا احنا بنتكلم بقى على الكروجن يبقى كده ايه جالفانيك سيل، تفاعل الانود بتاعنا بيبقى كالاتي، الاف اي تديني اف اي بوزيتيف زي 2 الكترون، وخلي بالك ده الانود لان دي كده جالفانيك مش الكترونيك. تفاعل الكاثود والله كان احد تفاعلين خلاص على حسب مين يا جماعه البي اتش، ففي التفاعل خلاص اللي هو بتاع الاكسجين ريدكشن اللي هو نص او 2 خلاص زائد اتش 2 او زائد 2 الكترون، كان بيديني مين يا جماعه؟ 2 او اتش نيجاتيف، صح كده؟ طيب ده التفاعل ده كان بيحصل لما البي اتش تكون من 4 ل 10، تمام؟ فهو بيقول لي بص كده، النيوترال اند الكلاين انفايرمنت خلاص اكسجين سكافنجرز، مثال كده مادة عليها اسمها الصوديوم سلفايد والصوديوم هيدرازين كان بيوزد، خلاص كده. طيب وفي برضه كان في تفاعل تاني، خلي بالك ما انت هتقول التفاعل ده كان بيحصل من بي اتش 14، كان في تفاعل تاني يا جماعه اللي هو 2 هيدروجين اللي هو الهيدروجين ريدكشن، ده كان سوري كان الهيدروجين ايفوليوشن او الهيدروجين ريدكشن عادي، يعني كان الاكسجين ريدكشن او الهيدروجين ايفوليوشن، كان 2 اتش بوزيتيف زي 2 الكترون يدينا مين يا جماعه؟ اتش 2، خلاص كده. ده كان بيحصل لما البي اتش بتاعتي تكون اقل من 4. عارف القصد في ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي انت بتتكلم عن الكاثوديك انهبيتورز، يعني انت مهتم دلوقتي بتفاعل مين يا جماعه؟ الكاثود ده او ده. بص ده هيقف ازاي؟ لو مفيش اكسجين. في مشكله كده؟ لو مفيش اكسجين التفاعل ده مش هيحصل، وبالتالي ده مش هيحصل. طب ده مش هيحصل ليه يا جماعه؟ عارف ليه؟ لان الاثنين الكترون دول المفروض حضرتك بيتاخدوا من التفاعل ده يروحوا التفاعل ده يخلوا ده يحصل. طب لما ده ما يحصلش هل دول هيروحوا في حته؟ لا،
يبقى according to الشاتيليه برنسبل الارتفاع ده مش هيكمل. ما الارتفاع ده عشان يكمل يا جماعه لازم دول يروحوا في حته، لازم تاخد دول كده في حته تانيه، فده هيفضل ماشي في الاتجاه ده. لكن ما خدتش دول، دول زي ما هم خلاص تفاعل هنا ايه مش هيحصل، مش هيكمل تاني. فانت هنا بيقول لك بيحط حاجه اسمها اوكسجين سكافنجرز اللي هي كاسحات الاكسجين، بتحط حاجات يا جماعه تاخد الاكسجين دي، بتحط حاجات كده في الانفايرمنت، في الكلوز انفايرمنت، تسحب الاكسجين منها، تسحب الاكسجين منها. يعني ايه تسحب؟ يعني تتفاعل معاه، يعني يعني التفاعل ده ما يحصلش، يعني انت ما تخليش التفاعل ده يحصل خلاص، لان الاكسجين دخل في تفاعل تاني، خدته كده الاكسجين في حوار تاني، فمش ده ما دخلش في الحوار ده كده. يبقى انت الاكسجين سكافنجر كاثوديك بروتكشن دي يا جماعه، لو انت بتتكلم في البي اتش بتاعتك 2 من 4 ل 10 اللي هي النيوترال الكلاين ميديوم، بتعمل ايه يا جماعه؟ بتكسح الاكسجين. ايه تكسح الاكسجين؟ بتتفاعل هي معاه، وبالتالي بتمنع التفاعل ده كليا او تقلل الريت بتاعه. هو الريت بتاعه قل، يبقى السحب بتاع ده قل، يبقى برضه الريت اوف كوريشن حصل له ايه يا جماعه؟ قل. بيقول لي ان اسيليك ميديوم كومباوند ساتش از ارسينيك كان بي ادد تو ديكريز هيدروجين ايفولوشن اكشن. في هنا بقى في الاسيليك ميديوم اللي هي البي اتش اقل من 4 عندي، بيحط ماده اسمها ارسينيك. الارسينيك دي برضو يا جماعه بتقلل التفاعل، بتقلل التفاعل ده ازاي؟ ان هي عن طريق ان هي بتتفاعل مع الهيدروجين، او تاخده في حوار تاني، تاخده في حوار تاني، يبقى هي هنا منعت التفاعل ده او قللته. يعني انت بتحاول تعمل ايه؟ تقلل ده كده على قد ما تقدر، يبقى قللت الريت اوف كوروجن، او والله تمنعه خالص، يبقى انت حضرتك كده منعت ايه؟ منعت الكوروجن. خلاص؟ دي كده اللي هي امثله على الايه؟ الكاثوديك بروتكشن. طيب ايه تاني؟ بيقول لي other compounds can be added and form an insoluble layer on the cathodic on the cathode surface to isolate it from the medium. طب هي الفكره ان انت عندك anodic sites وكاثوديك sites، مواقع انوديه ومواقع ومواقع ايه؟ كاثوديه. فهو بيقول لك في شويه مواد بتتحط هنا خلاص بتعزل المواقع الكاثوديه. عزلت المواقع الكاثوديه يا جماعه ما بقتش ان دايركت كونتاكت مع، ما انت خلي بالك بقى، ما انت عندك ايه؟ انود، الكترولايت، كاثود، صح كده؟ مش ده اللي عندنا يا جماعه، لازم ده يلمس ده ولازم ده يلمس ده. فانت هتعمل ايه؟ والله هتحط مواد خلاص، هتحط ماده كده تعزل المواقع الكاثوديه عن الالكترولايت عن الانفايرمنت. لو انت حطيت مواد تعزل المواقع الكاثوديه، اه يبقى كده بص الكاثود مش ان دايركت كونتاكت مع الالكترولايت، ده في ايه يا جماعه؟ في بارير، يبقى ده كده مش ان دايركت كونتاكت مع ده خلاص. يبقى كده ايه؟ عزلت الكاثوديك سايتس، عزلت المواقع الكاثوديه، وبالتالي وبالتالي مش هيحصل تفاعل كاثود، وبالتالي مش هيحصل ايه يا جماعه؟ كروز. المواد دي زي ايه؟ قال لك عندنا زي الزنك سلفيت خلاص، المغنيسيوم سلفيت، الكالسيوم بايكربونات. دي بيقول لك رياكت وذ كاثوديكالي فورمد و اتش ايونز خلاص تو انفورم انسوربل زنك هيدروكسيد ومغنيسيوم هيدروكسيد وكالسيوم كربونات. بص كده لو فاكر التفاعل بتاع الكاثود بتاعي اهو، تفاعل الكاثود بيطلع او اتش خلاص كده، تفاعل الكاثود بيطلع او اتش نيجاتيف. هي بتعمل ايه بقى؟ الزنك صلفيت والمغنيسيوم صلفيت والكالسيوم بايكربونات بيتفاعلوا مع الاو اتش اللي طالعه دي، ويديني بقى انسوليبل لاير. يعني بيبقى الكاثود كده، بيبقى سطح الكاثود ده كده، سطح المواقع الكاثوديه ده كده يا جماعه، بيبقى عليه انسوليبل لاير، طبقه غير دايبه خلاص. انسوليبل لاير اهي، دي كده ان سوليبل لاير، طبقه غير دايبه. انسوليبل لاير بقى من مين يا جماعه؟ من الزنك، من الزنك هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد والكالسيوم ايه؟ كربونات. لان انت عارف طبعا الكالسيوم بايكربونات دي دايبه، لكن الكالسيوم كربونات بتبقى ايه؟ غير دايبه. خلاص كده، دي كده اللي هي الكاثوديك انهبيتورز انت ممكن تحطها. ودي كده الكيماويات دي لما تتحط كده خلاص، في منها اللي هو بيروح يدمر الاكسجين او يكسح الاكسجين، وفي منها بيقلل تفاعل الايه؟ الهيدروجين، وفي منها زي ما انت حضرتك شفت اهو بيتفاعل مع الاو اتش اللي طالع عند الكاثود خلاص، ويكون انسوليبل لاير، يعزل المواقع الكاثوديه مثلا، يبقى كده تفاعل الكاثود مش هيتم، وبالتالي الكروجن مش هيحصل له يا جماعه، مش هيتم. خلاص كده؟ طيب ده كده اللي هي اللي بيسموها ايه يا جماعه؟ الكاثوديك انهبيتور. تعالى بقى نشوف ايه الانوديك انهبيتور. كنا شرحنا احنا يا جماعه اهو الانوديك انهبيتورز، قلنا ذيس ار كيميكال كومباوند ذات انهبيت ذا انوديك رياكشن او ذا كروجن سيل. دي بتمنع تفاعل مين يا جماعه؟ تفاعل الانود، ما تخليش تفاعل الانود يحصل له يتم. طيب بيقول لي مثال عليها سبستنس زي ال Na2SiO3 ال Na2CO3 الصوديوم كربونات Na3BO4 صوديوم فوسفيت react with anodic reaction products ال Fe ions بتتكون دي forming an insoluble film isolating the anode.
خلاص، يبقى هي بتكون انسوليبل لاير على سطح الانود، نفس القصه اللي شفناها في الكاثود المره اللي فاتت. خلاص يبقى بتكون انسوليبل لاير على سطح الانود، يبقى كده بقت بارير بين الانود والالكترولايت، وبالتالي الانود انعزل، يبقى الانود كده مش هيحصل له يا جماعه، مش هيحصل له كروشن. خلاص يعني تفاعل الانود سوري وقف، تفاعل الانود مش هيحصل، وبالتالي الكروشن برضو يا جماعه وقف. طيب مثال تاني، عندي حاجه اسمها الباسيفيتورز. ايه الباسيفيتورز دي؟ بيقول لي ذيس ار اوكسيدايزنج ايجنتس رياكت وذ انودك رياكشن برودكتس فورمينج ان اوكسايد فيلم. من ضمن الحاجات اللي ممكن تعزل الانودك سايتس يا جماعه، من ضمن يعني انت شفت المره اللي هنا دي كده يا جماعه، السبستنس دي بتكون ايه برضو؟ انسوليبل ايه؟ فيلم. خلاص بتكون ماده او طبقه كده غير دايمه على سطح الميتال. طب خلاص، طيب هنا الباسيفيتورز بتكون برضو طبقه بس من الاوكسايد، طبقه حاميه من الاوكسايد فيلم. وخلي بالك شروط الطبقه دي عشان تبقى بروتكتيف، قلنا ان هي تبقى ادهيسيف وتبقى ايه يا جماعه؟ نمبرز. فيا اما انت تكون طبقه خلاص من المواد دي كده، تبقى انسوليبل فيلم مش عارف من اتحاد الحديد مع الصوديوم مع المواد دي كده، طبقه ان اورجانيك. يا اما الطبقه اللي بتبقى حاميه ليه او بروتكتيف دي بتبقى طبقه من ايه يا جماعه؟ من الاكسيد، من اكسيد الحديد ذات نفسه. خلاص ودي بيسموها ايه؟ هي لو كونت كده طبقه بروتكتيف من الاكسجين، يعني من الاف اي مثلا تبقى من الاوكسايد من اكسيد الحديد، يبقى دي بيسموها باسيفيتور. والله كونت طبقه انسوليبل من معادن ثانيه او من حاجات ثانيه غير الاكسيد غير اكسيد الحديد، خلاص تبقى ايه يا جماعه؟ سبستنس اللي هي دي كده. تمام؟ طيب يبقى الباسيفيتورز، يبقى انت بتحط السوليوشن بتحط الحديد بتاعك خلاص في اوكسيدايزنج ايجنت او اوكسيدايزنج سوليوشن، او بتسميه بتحط الحديد بتاعك في باسيفيتور. الباسيفيتور ده بيكون طبقه اكسيد على مين يا جماعه؟ على سطح الحديد. واشهر مثال على كده ال Na2Cr2O7 خلاص، او ال K2Cr2O7، يا اما البوتاسيوم دايكروميت يا اما الصوديوم دايكروميت. لما الحديد بيتحط في سوليوشن من الدايكروميت ده كده يا جماعه بيكون عليه طبقه اكسيد، بيكون اكسيد فيلم من طبقه اكسيد من اكسيد الحديد، وبالتالي الحديد اللي هو الانود بتاعي يعتبر اللي هو بيتاكل بقى ايزوليتد، بقى معزول، ما بقاش ملامس ان دايركت كونتاكت مع الالكترولايت او الانفايرمنت، وبالتالي تفاعل الانود مش هيحصل، وبالتالي الكروجن مش هيحصل. تالت حاجه هنا خلاص، حاجه اسمها ادزوربشن انهبيتورز. ايه الادزوربشن انهبيتور دي؟ مواد بتتحط كده يا جماعه في المحلول خلاص، اول ما بتلمس الحديد بتكون برضو طبقه عضويه انسوليبل على سطح الحديد. يعني بص كده، ده كده الادزوربشن انهبيتورز دي، ده سطح الحديد بتاعي اهو، ده الاف اي. اول ما تحط الادزوربشن انهبيتورز دي او السوليوشن اللي فيه ادزوربشن انهبيتور يا جماعه لوحدها كده بتروح المواد العضويه دي كده يا جماعه تلتصق او تلزق على سطح الحديد. خلاص اهو دي كده اللي هي الادزوربشن انهبيتورز، خلاص بتروح المواد العضويه دي كده تلتصق بسطح الحديد. وطبعا الحديد عندنا اللي هو الانود، طالما التصقت بسطح الحديد يبقى دي كده الكروسيف انفايرمنت او الالكترولايت بتاعي، بقى فيه الحديد بقى معزول عنها. خلاص عزلت الحديد عن الايه؟ الالكترولايت او الكروسيف انفايرمنت، يبقى انت عزلت المواقع الانوديه، يبقى كده تفاعل الانود مش هيتم، ارتفاع الكاثود مش هيتم، يبقى الكروجن ايه يا جماعه؟ مش هيتم. يبقى ذيس ار اورجانيك كومباوندز ابزوربت اون ميتال سيرفيس اند ايزوليت ات فروم ايه؟ كروجن، وبتمنع ايه يا جماعه؟ الكروجن بتاعها. اخر حاجه عندنا في البروتكشن قلنا هنتكلم عليها، اللي هي الالكتريكال بروتكشن، الحمايه الكهربائيه. الالكتريكال بروتكشن دي يا جماعه بيقسموها لحاجتين، حاجه اسمها كاثوديك بروتكشن خلاص، وحاجه اسمها انوديك بروتكشن، يعني كده الحمايه الكهربائيه. طب يعني ايه كاثوديك بروتكشن؟ يعني ايه انوديك بروتكشن؟ بص كاثوديك بروتكشن يبقى انت الحاجه اللي عايز تحميها يا جماعه بتوصلها كاثود، يبقى انوديك بروتكشن يبقى الحاجه اللي انت بتحميها عايز توصل سوري الكاثوديك بروتكشن الحاجه اللي انت عايز تحميها بتوصلها كاثود، انوديك بروتكشن يبقى الحاجه اللي انت عايز تحميها بتوصلها انود. هتقول لي لا معلش ثواني كده واحده واحده، طب الحاجه اللي انا عايز احميها بوصلها كاثود، دي منطقيه يعني ده شيء منطقي، لان الكاثود ما بيحصلوش كروجن، اللي بيحصل له كروجن اللي هو مين يا جماعه؟ الانود. فدي منطقيه يعني كاثوديك بروتكشن الحاجه اللي انت عايز تحميها بتوصلها كاثود تمام، لكن ايه حوار الحاجه اللي انا عايز احميها دي بوصلها انود؟ ما هو ده معنى انودك بروتكشن. هو في كده يعني في حاجه اسمها كده، بس يعني احنا شلناها عشان بس لضيق الوقت يعني، فاحنا هنتكلم على كاثوديك بروتكشن بس. لكن في حاجه ممكن تحطها انود وتحميها،
يبقى خلال مرحلة معينة كده بيتكون عليها طبقة أكسيد، فبالتالي المواقع النهضية بتبقى ايزوليتد وبالتالي ما بيحصلش كورر. لكن احنا اللي هنتكلم عليه الحاجة اللي هناخدها اللي هي مين بس يا جماعة؟ الكاثوليك بروتكشن. طيب الكاثوليك بروتكشن دي مقسومة حاجتين، حاجة اسمها sacrificial anode method وحاجة اسمها embraced current method. خلاص؟ طيب ايه sacrificial anode؟ احنا عرفنا كلمة sacrificial يعني مضحي، يا اما هتستخدم طريقة الانود المضحي يا اما طريقة الامبريزد كارنت. ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالى نشوف. اه يبقى الكاثوليك بروتكشن دي بيقول اللي هي achieved by making the metal to be protected a cathode، بتخلي الميتال اللي انت عايز تحميه يا جماعه كاثود، يا اما في جلفانيك سيل يا اما في الكتروليتيك سيل، مش هتفرق. يبقى دي كده اللي هو معنى الكاثوليك بروتكشن. يبقى معنى كلمه كاثوليك بروتكشن يا جماعه اللي انت بتحط المعدن بتاعك اللي انت عايز تحميه كاثود، يا اما في جلفانيك سيل يا اما في الكتروليتيك سيل. خلاص؟ هتقول لي جلفانيك سيل، مش انت قلت لي جلفانيك سيل دي بتاعت الكروجن بس؟ ايوه انا بقول لك انا موصله كاثود، يعني موصله كاثود في جلفانيك سيل. خلاص كده يا جماعه؟ طيب. وطالما الكاثود في الجلفانيك سيل ما بيتاكلش، بيتاكل يا اما توصله كاثود يا اما في جلفانيك سيل يا اما في الكترونيك سيل. بيقول لك والله لو انت خليت الميتال بتاعك ده كاثود في جلفانيك سيل، يبقى دي اللي هي اسمها طريقه اللي هي الساكريفيشال انود. لو خليته كاثود في الكترونيك سيل بيسموها الامبريزد كارنت. لا انا كده مش فاهم، الدنيا تاهت مني. تعال نشوف. بص كده يعني قبل ما ناخد ده كده نشرحها لك ايه بالايد دلوقتي. بص بقى كده، لو انت عندك خلاص ده كده حديد وده كده زنك وده كده كبر. طيب بص دلوقتي لو ده كده، ده كده الحديد بتاعك اهو، خلاص ده كده حديد وانت موصله بزنك وده كده زنك وهنا في الكترولايت، دي كده يا جماعه جالفانيك سيل ولا الكتروليتيك سيل؟ هي دي كده جالفانيك ولا الكتروليتيك؟ لا دي جالفانيك. ليه؟ لان مفيش مصدر تيار كهربي خارجي، يبقى دي كده جالفانيك سيل. طب حلو، جالفانيك سيل انت عارف اي سيل عموما فيها انود وفيها كاثود. الانود بتاعنا اللي هو مين يا جماعه؟ الزنك. لكن الحديد ايه يا جماعه؟ كاثود. فانت هتلاقي هنا الزنك بيتاكل بيضحي عشان مين يعيش يا جماعه؟ عشان الحديد يعيش. خلاص؟ فتلاقي هنا الزنك بيتاكل لكن الحديد ما بيحصلوش ايه؟ ما بيحصلوش تاكل. دي كده اسمها ساكريفيش، الزنك ضحى بنفسه عشان الحديد يحصل له يا جماعه يعيش. ممكن بقى بص كده تجيب الحديد، خلاص ده الحديد، وبتجيب حديد تاني بس خرده بقى، حته قضيب قطر بايظ، قضيب ترام متاكل، كان حديد خرده بدل ما ترميه وتستخدمه في البروتكشن. طب ما هتقول لي معلش يعني هوصل حديد بحديد؟ اه هتوصل حديد بحديد يا عم. لا ده انت قلت لي مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه حمايه كده، مفيش بوتنشال ديفرنس. قال لك ما في الحاله دي بقى بنعمل ايه يا جماعه؟ بجيب حاجه بص كده، بوصل ده كده انود وده كده كاثود، دي كده الكترونيك سيل. يبقى في الحاله دي يا جماعه الكترونيك سيل. هل ده شرط لازم يا جماعه؟ لا يعني بص هنا انت الحديد بتوصله كاثود والانود بقى اي حاجه مش هتفرق معايا خالص. خلاص الانود ايا ما يكون بقى، في مشكله كده؟ يبقى دي هنا لو جلفانيك سيل يبقى انت الانود داب يعني بيدوب عشان الحديد يعيش، فده بيسموه ساكريفيشال. خلاص بيسموها ساكريفيشال انود. لو استخدمت الكتروليتيك سيل دي بيسموها ايه بقى يا جماعه؟ بيسموها امبريزد كارنت ميثود. خلاص يبقى ده كده الفرق بين ايه؟ الساكريفيشال انود والايه؟ والامبريزد كارنت. ادي مثال قدامك اهو، ده كده بايب لاين تحت الارض، خلاص ده اللي انت عايز تحميه مثلا. فهنا جبت اي ميتال خلاص في التربه ووصلته، وصلت من الميتال ده والميتال بتاع اللي انت او البايب لاين اللي انت عايز تحميه. هنا بص مفيش مصدر تيار كهربي خارجي، خلاص مفيش بطاريه، يبقى ده كده ايه؟ ساكريفيشال. خلاص او دي كده ايه؟ ساكريفيشال انود، اللي هو المعدن بتاعك متوصل ايه يا جماعه؟ يعني انت طبعا جايب ميتال هنا انشط من ده، يعني لو ده حديد مثلا انت بتجيب ميتال انشط من حديد توصله كانود، توصلهم مع بعض، فبالتالي ده هيشتغل كاثود وده ايه انود، فده اللي يتاكل وده اللي يحصل له يا جماعه يعيش. ده اللي هو الساكريفيشال، او مفيش مصدر تيار كهربي خارجي. ده كده المثال على الامبريزد كارنت. ادي عندي البايب لاين، هو البايب لاين جاي. بص كاتب لك هنا لوتاز ده اكتف ميتال انود، يعني عنصر انش، لكن انا كاتب لك انود بس، اي انود وخلاص. خلاص ليه؟ ده كده متوصل بالسلك فده كده كاثود، ما يهمنيش بقى اللي هنا ده ايه انظام، في مشكله كده؟ يبقى ده كده الايه؟ ده مثال على الامبريزد كارنت.
بيقول السكريفيشال انود ميثود ذا مين ايديا از تو كونكت ذا ميتال تو بي بروتكتد وذا مور اكتيف ميتال. يبقى هنا السكريفيشال انود زي ما قلت لك ايه هتوصل الميتال بتاعك بعنصر ايه انشط منه, فالعنصر الانشط ده والله هيضحي ويتاكل هو ويخلي الميتال بتاعك يحصل له ايه يعيش. زي ما توصل كده ايه مثال اهو, زي ما توصل حديد بزنك او مغنيزيوم او الومنيوم. الامبريست كارنت ميثود يقول ذيس ميثود از بيسد اون كونكتنج ذا ميتال تو بي بروتكتد وذا نيجاتيف بول. يبقى هنا الفكره فيها في الامبريست كارنت ان انت بتحط الميتال بتاعك اللي انت عايز تحميه بتوصله بالكاثود او بالنيجاتيف بول بتاع اكسترنال دي سي باور سبلاي خلاص, والبوزيتيف الكترود بيتوصل باي حاجه بقى ما يهمنيش بقى هيتوصل بايه, المهم اللي انا الميتال بتاعي اتوصل بيه يا جماعه بالكاثود. مثال على كده بايب لاين تحت الارض مثلا, فانت بتحميه اهو بسكريفيشال انود. في المراكب برضو بيستخدموا الكاثوديك بروتكشن او السكريفيشال انود دي خلاص, يبقى في البايب لاينز تحت الارض او في المراكب بيستخدموا الايه السكريفيشال انود. ممكن تبقى بايب لاين تحت الارض بيستخدم ايه يا جماعه الامبريست كارنت اهو, ده كده حاله الامبريست كارنت. عرفت منين ان هنا في ايه يا جماعه في اكسترنال دي سي باور سبلاي خلاص, وفي انود زيه في ايه البايب لاين بتاع اللي هو شغال ايه يا شباب كاثود, لكن هنا ما كانش في اي باتري ولا اي اكسترنال دي سي باور سبلاي خلاص. طيب طب امتى يعني بستخدم دي وامتى بستخدم دي, وايه مميزات دي وايه مميزات دي وعيوب دي وعيوب دي؟ قال لك بص كده السكريفيشال انود ميثود دي يا جماعه المميزات بتاعتها بيقول لك اكسترنال باور سورس ازنت ريكوايرد. السكريفيشال انود ما بتحتاجش اكسترنال دي سي باور سبلاي, مش محتاج مصدر تيار كهربائي خارجي. بيقول لي انستليشن از ذيس كومبلكس, مفيش تعقيد, انت بتجيب حاجتين وتوصلهم ببعض وخلاص كده انت عملت الايه السيستم بتاعك. يونيفورم ديستريبيوشن اوف كارنت خلاص, في توزيع متماثل لايه للتيار زي ما لو هتشوف كده ترجع الرسمه بتاعتنا اللي هي الزنك والاف اي خلاص المسافات بينهم متساويه, فالايه توزيع الايه الكارنت متساوي برده او يونيفورم. بيقول لي مينيمم مينتنس, الصيانه بتاعتها تبقى يا جماعه قليله. العيب بقى بيقول لي كارنت اوتبوت از ليميتد, therefore the protection for the bar steel area او the bare steel area is limited for each anode. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نشوف دلوقتي عشان نفهم الحته دي. بص كده يا جماعه ده بايب لاين اهو, ده كده خط انابيب انت عايز تحميه. طيب بص كده يبقى عندك كذا انود خلاص, يعني في هنا ادي الانود ده كده وادي الانود ده كده وادي الانود ده كده خلاص. ليه بقى؟ بص بتوصل ده هنا وده بده وده بده ليه؟ لان الانود ده مثلا كده يا جماعه بيحمي الاريا دي, يعني الانود ده بيحمي الاريا دي من الكاثود, فدي كده مش محميه, فانت لازم تجيب انود تاني عشان يحمي لك الاريا دي مثلا خلاص كده. يبقى انت لو جبت اتنين انودز من ده هي بتحمي الاريا دي والاريا دي, طب دي مش محميه فلازم تجيب لها ايه انود تالت عشان يقدر يحمي الاريا دي من الكاثود. فهنا لازم تستخدم يعني بص بيقول لي current output is limited therefore the protection for the bar او bare steel area is limited for each anode. يعني والله بص ده هيحمي لك ده الكاثود بس هيحمي لك اريا معينه, فانت عايز تستخدم ده هتضطر تجيب ايه يا جماعه كذا انود. عكس بقى لما هنيجي نشوف ان شاء الله لما تستخدم الامبريست current, يعني بص ده هو هو يعني هو هو الانود. لو مستخدم بقى انت الاكسترنال دي سي باور سبلاي وموصل ده بده بيحمي لك اريا اكتر, يعني بيحمي لك مثلا لحد هنا, يبقى انت هتحتاج اتنين خلاص, هتحتاج اتنين منه خلاص, هتحتاج اتنين من ده كده خلاص, بدل ما تحتاج كام مثلا كام يا جماعه تلاته. يعني هنا القصد في السكريفيشن انود بتحتاج عدد انودز اكتر من مين اللي بتحتاجها في الامبريست كارنت خلاص. يعني لو رجعنا كده الرسمه اللي فاتت هنا اهو, ده اللي نقصده كده, يبقى عندك كذا انود متوصل بالايه بالبايب لاين بتاعك عشان كل واحد بيحمي منطقه معينه. طيب فهنا بيقول لي طبعا في حاله قلنا السكريفيشن انود بيحتاج ايه انودز ايه اكتر. بيقول لي current output is limited therefore the protection for the bursting area is limited for each anode. طيب poorly coated structure need more anodes. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك بص كده هي الحمايه الكاثوديه اللي هي يا جماعه الكاثوديك بروتكشن تمام كويسه وكل حاجه, بس بيقول لك احسن بروتكشن اللي انت ايه يبقى البايب لاين بتاعك ده كده يا جماعه عامل له كوتنج مغطيه الاول اسمنت بقى باي حاجه زي ما احنا شفنا طرق التغطيه اسمنت بمعدن تاني, بنشوف بقى اورجانيك ان اورجانيك باي طريقه من طرق التغطيه تكون مغطيه بمعدن تاني طبعا مغطي كل البايب لاين بتاعك خلاص, وتعمل بعد كده الكاثوديك بروتكشن. خلاص ف
فهو بص يعني خلي بالك بقى، احسن تغطيه المفروض لل يعني للبايب لاين من بره بيقول لك ان انت 50% كول تار 50% ايبوكسي زائد 50% ايبوكسي، ده الكوتنج بلس يعني ده كده، ده الكوتنج بتاعنا 50% كول تار 50% ايبوكسي بلس مين بقى يا جماعه؟ الكاثوليك بروتكشن. فانت والله لو التغطيه بتاعتك في الـ في السكريفيش انود لو ده مثلا مش متغطي كويس، يعني في حتت مثلا مكشوفه او الثيكنس بتاع الكوتنج فيها قليل او الكلام ده كله، بتلاقي ان ممكن تكون التاكلت يعني السكريفيشال بروتكشن ما نفعتهاش قوي، لكن في حاله الامبريزد كارنت لا بيبقى احسن. طيب بيقول لي ان افكتفنس ان هاي ريزيستيف انفايرمنت، دي اهم حاجه يعتبر يعني، دي كده رقم ثلاثه دي اهم واحده. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا جماعه كده، انت عندك ممكن يكون بص السيستم عندي كده سيستم زي ده، وهو هو السيستم هنا. طيب هنا حديد وزنك، وهنا برضه حديد وزنك اهو، ده كده حديد وده كده زنك اهو، زنك حديد. ممكن في السيستم ده عارف تلاقيني عامل ايه؟ تلاقيني كده يا جماعه موصلهم ببعض، ده كده ساكريفيشال انود، وممكن هنا تلاقيني مستخدم امبريزد كارنت. الله، طب ما هو هو يا عم حديد وزنك والكلام ده كله، فرقت في ايه؟ قال لك بتفرق في الالكترولايت اللي هنا. خلاص فاكر كده يا جماعه الالكترولايت ده لو الريزيستنس بتاعته عاليه، او الريزيستنس بتاع الالكترولايت ده عاليه، هيبقى الاي بتاعنا ماله يا جماعه؟ قليل. واحنا هنا بنتكلم عن البروتكشن، يبقى ده كده اسمه اي بروتكشن، فاي بروتكشن قليل، فالحمايه بتاعتي هتبقى ايه يا جماعه؟ قليل. خلاص كده. ففي الحاله دي بيقول لك لازم نستخدم امبريزد كارنت. يبقى في حاله ان الالكترولايت اللي هنا ده يا جماعه، او الكروسيف انفايرمنت اللي هنا دي، او مش الكروسيف الانفايرمنت، او الحاجه اللي هنا اللي بتوصل فيها المعدنين دول، لو الريزيستنس بتاعتها للتوصيليه الكهربائيه عاليه، لو الريزيستنس بتاعتها عاليه يبقى معاك كده الاي بروتكشن هيبقى قليل. خلاص يعني هنا انت مستخدم زنك مع حديد، السوليوشن هنا اكيد الريزيستنس بتاعته قليله يا جماعه، الريزيستنس بتاعته قليله، المحلول هنا فيري كوندكتيف. خلاص خلاص، يبقى هنا ليه؟ موصل جيد، موصل جيد للكهرباء، فهتلاقي التيار هنا عالي، ده اللي هو الاي بروتكشن. اي بروتكشن عالي اه، يبقى هنا خلي بالك التفاعل بتاع الزنك، يبقى انت ما تقلقش بقى من حاجه، يبقى هنا الاي بروتكشن عالي، يبقى انت حميت الحديد كتير. خلاص يبقى اي بروتكشن ده بالنسبه للحديد، لكن بالنسبه للزنك، الزنك ايه هيتاكل والحديد يحصل له ايه يا جماعه؟ جايش. لكن تخيل بقى لو الريزيستنس بتاع السوليوشن ده عاليه، يبقى الاي بروتكشن قليل. عارف يعني ايه؟ يعني الحديد هيحصل له هتلاقيه ايه يا جماعه؟ بيتاكل، الزنك ما بيضحيش بداله ولا حاجه. يبقى هنا اللي مقصوده يا جماعه، القصد من هنا ان السكريفيشال، خلاصه القول، السكريفيشال كاثوديك بروتكشن ميثود بتستخدم يا جماعه لو عندي ريزيستنس قليله. خلاص ليه ريزيستنس قليله؟ لان الريزيستنس قليله هتسمح ان الاي بروتكشن يكون كبير، فبالتالي تقدر تحمي الميتال بتاعك. لكن الامبريزد كارنت تستخدم لو الريزيستنس عالي، لان لو الريزيستنس عالي وانت استخدمت سكريفيشال هيبقى الاي بروتكشن ماله يا جماعه؟ قليل. فبالتالي انت هنا من الباور سبلاي، ما انت هنا بقى الاي بروتكشن مش هيبقى قليل، ما انت الار كبير، انت هتعمل ايه بقى حضرتك؟ هتزود التيار اللي طالع من الباور سبلاي ده، هتتحكم في التيار براحتك، لان في تحكم في التيار، لكن هنا ما فيش، هنا حسب البوتنشال ديفرنس اللي بتوين المعدنين في الالكتروموتيف سيريز. خلاص ده اللي اقدر يعني، ده التيار اللي اقدر اخده ما بينهم يعني، لكن هنا حضرتك تقدر انت متحكم في التيار زي ما انت عايز، تقدر تزود تقلل زي ما انت عايز، لكن هنا مفيش الاوبشن ده هنا. فالسكريفيش انا بتستخدم في الريزيستنس او اللو ريزيستيف انفايرمنت، خلاص عشان تديني اي بروتكشن عادي، لكن الامبريزد كارنت بتستخدم لما يكون ايه؟ هاي ريزيستنس انفايرمنت، لان انت تقدر بقى ايه؟ لان لو استخدمت هنا سكريفيش انود هيبقى الايه؟ الاي بروتكشن قليل. لا لكن استخدم امبريزد وازود التيار براحتي لحد ما اوصل لايه؟ لاي بروتكشن كبير اقدر احمي بيه مين يا جماعه؟ الحديد. تمام؟ طب دي كده الحته اللي هي بتاعت عيوب ايه؟ الكاثوديك بروتكشن. اللي هي عيوب سوري السكريفيشال انود، سكريفيشال انود ميثود. خلاص طيب. الامبريزد كارنت ميثود في الكاثوديك بروتكشن الادفانتج بتاعتها بيقول لي ابليكابل فور ا وايد رينج اوف فولتج اند كارنت ريكويرمنت.
ظبط فيها فولت وتيار زي ما انت عايز، تحكم في الفولت والتيار فزي ما انت عايز من الفولت والتيار. هيقدر الباور سبلاي الخارجي ده يا جماعه يدهولك. بيقول سنجل انستليشن كان بروتكت لارجر سيرفيس اوف ذا ميتاليك ستراكشر، دي شفناها اللي انت الامبريزد كارنت هتحتاج عدد انودز اقل خلاص، يعني الانستليشن واحد يقدر يحمي لك مساحه كبيره من الايه من البايب لاين اكتر من اللي بيحميها الساكريفيشال انودز. انكوتد اند بورلي كوتد ستراكشرز كان بي افكتفلي بروتكتد، لو انت عندك كفاءه الكوتنج مش قد كده يعني خلاص، لا ده ايه الامبريزد كارنت ما تقلقش منها، هي ايه هيعالج لك الموضوع ده وهتبقى الحمايه زي الفل مفيش اي مشكله خالص. فولتج اند كارنت كان بي فاريد تو ميت ذا بايب لاين تشينجنج كونديشنز ويز تايم، طبعا الفولت والتيار ده تتحكم فيها على حسب ايه الكونديشنز اللي ماشي فيها ايه البايب لاين بتاعك، بحيث ان انت تطلع له التيار الحمايه المناسب يعني حسب بقى ماشي في تربه طينيه تربه صحراويه تقدر تتحكم في الكلام ده كله براحتك يعني. الديس ادفانتجز بقى عيوبه، بص بيقول لك الاكسترنال باور از نيسيسري طب ذا سيستم از اكسبوز تو باور فيل، مشكله دايما اي حاجه فيها كهرباء يا جماعه خلاص، مشكله اي حاجه فيها كهرباء الباور فيلر، يعني ممكن الكهرباء تقطع خلاص او ممكن في مشاكل في الكهرباء يعني اللي هي دي رقم ثلاثه، بيقول السيستم از افكتد باي انترفيرنس بروبلمز، يعني بص هنا يا اما الكهرباء تقطع هيحصل باور فيلر خلاص، يا اما في بروبلمز مش مفهومه، يعني انت دايما كده عربيتك وهي ماشيه مثلا تلاقي حصل حاجه مثلا بقى التكييف باظ مش عارف الكهرباء في العربيه ما مش مظبوطه معاك، دايما الكهرباء فيها مشاكل غلسه مش مفهومه، تقعد بقى انت ايه بتقعد تجرب كده في اي حاجه لحد ما تقعد معاك تتصلح وما تفهمش ايه اللي حصل، ويقعد يهس عليك الراجل يقول لك اصل كان فيها كده وهي ما تعرفش ايه اللي كان فيها، يعني فاهمني هي دايما كده الكهرباء مشكلتها ان هي بتقطع يا اما فيها باور فيلير خلاص بتقطع يا اما انترفيرنس بروبلم مشاكل كده مش مفهومه مش معروف ايه سببها يعني خلاص. طيب رقم اثنين دي بيقول لي اوفر بروتكشن ليدز تو كوتنج دامج اند هيدروجين امبريتلمنت، خلاص الاوفر بروتكشن لو التيار زاد زياده عن اللازم فكر انت بتحمي زياده عن اللازم ده ممكن يدمر لك طبقه الكوتنج بتاعك خلاص، يعني ممكن طبقه الكوتنج دي يخليها تفرقع ودي طبعا حاجه ايه حاجه مش مرغوبه. ده كده كان الكروجن بروتكشن وده كده الكورس بتاعنا. احنا مش عارفين لسه هل قرار الجامعه يعني مسجل المحاضره دي يوم الاحد عشان اديها لكم الثلاث ان شاء الله، لان طبعا احنا سبت وحد واثنين مفيش محاضرات بتترفع عشان اجازه، فهناخدها اللي هي يعني المفروض هرفعها لكم يوم الثلاث وان شاء الله هتاخدها كل الجروبس يعني خلاص. فاحنا مسجل المحاضره دي ومش عارف يعني هو حسب انا شفت القرار بتاعت مجلس جامعه اسكندريه في يومها ان هو المفروض الدراسه هتكمل نهايه الفصل الدراسي التاني، فانا ما اعرفش نهايه الفصل الدراسي التاني زي قرار مجلس اعلى الجامعات اللي هي 30 ابريل ولا 19/5، لسه سياده العميد المفروض هيوضح لنا النقطه دي ان شاء الله. فلو لحد 30 ابريل لو الدراسه لحد 30 ابريل يبقى دي كده اخر محاضره، الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى الدكتور الحسن هيديكم المحاضره بتاعته وانا كده ابقى خلصت المنهج بتاعي. لو لحد 19 مايو يبقى انا لسه هديكم محاضره تانية عن الووتر تريتمنت ودكتور الحسن برضه هيخش ايه محاضرتين، يعني لو دي كده اخر محاضره يعني لو لحد 30 ابريل يبقى دي كده خلاص اخر محاضره ليا خلاص، لو لحد 19 مايو يبقى انا لسه هديكم الاسبوع الجاي كمان محاضره وبعديها باسبوعين دكتور الحسن، لو لحد 30 ابريل يبقى دي كده اخر محاضره ليا انا والاسبوع الجاي اخر محاضره ليا دكتور الحسن. ايا كان دي اخر محاضره قبل الاخيره يعني، اتشرفت جدا بحضراتكم ويعني ان شاء الله بالتوفيق وتخشوا الاقسام اللي انتوا عايزينها وربنا يكرمكم ان شاء الله ويبقى الطريق سهل في الكليه لحد ما تخلصوا وفي حياتكم بعد كده ان شاء الله تبقى الدنيا كويسه معاكم. يا عالم هنتقابل تاني، الناس هتيجي القسم عندنا او مش هتقابل يعني نفضل على تواصل باذن الله، وتشرفت جدا جدا بحضراتكم يعني، شكرا وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.